بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا متابعينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة ومتنوعة ومتغيرة من برنامجكم اليومي الخيمة. احنا اليوم راح نكون معاكم بإذن الله تعالى حتى الواحدة بعد منتصف الليل، مناقشين ومتحدثين ومفصلين عن أبرز وأهم وآخر الأحداث الرياضية السعودية اليومية. خلص دورينا لكن أحداثنا ما خلصت، بالتأكيد هي مستمرة معنا حتى إن شاء الله تعالى 19 رمضان والله العالم. إن شاء الله تعالى حنكون معاكم إن شاء الله تعالى مواكبين في هذا البرنامج، ما حنوقف إلا لين يقولون وقفوا. على أي حال اليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم ونفتح كذا ملف كذا موضوع، لكن قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا لليوم دعونا نرحب بشركائنا اليوم. نبدأ أولا بالترحيب بنائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ سلمان بن فهد المالك، أيضا معنا الأستاذ والزميل عادل عصام الدين، الأساتذة الكرام كل باسمه، ثلاثي مكون من مساعد العصيمي فواز الشريف وسعادة الرئيس صالح أبو نخاع، وثلاثي على الجهة اليسرى مكون من خالد قاضي فياض الشمري والكابتن صالح الداود. الله يمسيكم بالخير، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا أبو فهد، مساء الخير، شكر لوجودك معنا. عاشق الأصفرين بالمناسبة أبو فهد، وتو واحد المصورين وينه اللي هناك يقول لي يا أبو زياد ما في أخبار على العالمي، قلت العالمي من اليوم كله هنا موجود هنا العالمي، لا تقلق وأنا أخوك كل شيء بتسمع اليوم إن شاء الله. الله يسلمك، شاكر لك أخوي طارق، شاكر كل الأخوان القائمين على البرنامج والقناة، وشرف لي كبير أكون بينكم وبين الأساتذة الكرام. الله يحييك يا أبو فهد، تحملنا اليوم ها؟ بالعكس، الأصفرين حدد الحزم يعني. نبارك له أول شيء يعني النصر اللي قاعد يمشي الآن بطريق مميز جدا حسب ما قاعد نشوف ونسمع ها؟ من التغريدات، من الاجتماعات، من الصور، من اللقطات، ونبارك له في الحزم بعد مرة واحدة. صحيح صحيح، الله يبارك فيك، الحمد لله. إن شاء الله أنه الموسم الجاي يكون النصر والحزم كلهم إن شاء الله فيهم عمل جيد يرضي إن شاء الله عشاقهم. بالمناسبة أيضا بارك لأخوي صالح اليوم على يعني إقفال باب الترشح ووجوده إن شاء الله في رئاسة نادي ضمك، اللي يتمنى له التوفيق. ونشكر أيضا الأستاذ أبو أحمد يعني على ما قدم في الفترة السابقة. بس القلب مقسوم ها؟ نص نص ولا 75% 25%؟ التقسيمة هذه سر ما راح أقولها ها؟ التقسيمة سر. شو تتوقعون انتم 50-50 والله شوف ولا 75-25؟ هو دائما الحب للحبيب الاول، يعني احيانا يكون لك ولا، بس يمكن هو نصراوي قبل حزماوي، هو يحب ممكن القلب يسع اثنين ترى مين مشكله. لا لا ما يسع اثنين، بس النصر طبعا هو النادي اللي الحب والعشق والتشجيع والانتماء. الحزم هو نادي المحافظة، نادي المدينة، نادي اللي يعني في محبته ودعمه، فيه دعم لأسرتك، في تقدير لوالدي، يعني هو اللي حقيقة هو الدافع الكبير يخليني أدعم الحزم وأكون قريب من الحزم. فبالتالي النظرة لهم مختلفة، وكلهم بالنسبة لي شرف طبعا أنك تدعم أو تقدم عمل لأي نادي سعودي قبل ما يكون حب وانتماء، هو شرف. صحيح. آي أبو لما موقف صعب ابو فهد الحين ولا عادي؟ لا يعني انا حزم ونصر، لا اصور انه مع النصر يعني في الان هو الموقع اللي فيه، يعني طبعا هي تجربه مسبوقه من اخرين، بس انا الحقيقه جدا سعيد الان مع الاستاذ سلمان، طبعا هو تولى رئاسه النادي، وايضا الاستاذ صالح اقول له مبروك. وانا بس بالمناسبه اقول شوف، في رؤساء انديه خلال الاكثر من 40 سنه اللي عملت فيها، رؤساء انديه واحد ما تعرف بيته، والثاني مفتوح باب بيته. اي من جد والله، وهذه انا ترى شو بالنسبه لي انا جالس افكر فيها الان لما شفت الاستاذ سلمان المالك، ترى موضوع مهم جدا، هذه تتعلق بعلاقه رؤساء الانديه بالاعلام. صحيح. رئيس نادي لما اقول فاتح باب بيته، انا مر علي رؤساء احنا نداوم في بيوتهم، بينما تمر انت يمر عليك رئيس نادي سنوات طويله ما تعرف باب بيته، وهذه فلسفه اداريه ترى. فلسفه اداريه. صحيح. الاستاذ سلمان، انا ليش اقول الكلام هذا؟ الاستاذ سلمان المالك رجل الحقيقه يعني من الاسماء الجميله اللي مرت علي، محترم جدا يقدر الاعلام، وانا اقول هو فاتح باب بيته، يعني اقصد ايش؟ انه له علاقه خاصه بالاعلاميين، وفي عدد كثير من رؤساء الانديه طبعا لو تمر اسماء ناجحه، هذول اللي
فاتحين باب البيت، وفي رئيس نادي ما تعرف باب بيته. انا اعتقد كمان برضو ابو لما يعني قبل شويه تحت الهواء كان يتكلم استاذ صالح، يعني عمليه ارتباط استاذ سلمان من خلال ركاب في دوري الدرجه الاولى توسع بشكل كبير على مستوى المملكه وانديه المملكه. كان يتكلم استاذ صالح على انه استاذ سلمان كان يدعم ضمك، وهذا يعني بالاضافه الى الحزم بالاضافه الى تواجده في النصر، هذا يعطيك شخصيه رياضي، شخصيه محب. برضو فلسفه ابو فهد لما تكلم انه الحزم كيف والنصر كيف، يعني الحزم تتكلم عن كل رجل، كل شاب، كل بطل يخرج من قريته، من مكانه، من مدينته، من المكان اللي هو تولد فيه وعاش فيه وعائلته زي ما تقول، هو من الواجب عليه ايضا المسانده والدعم والمشاركه فيه. وهذا يتميز فيه ابو فهد، رغم انه يعني ما نقدر نقول الكلام هو موجود، لكن يظل من الاسماء الرياضيه اللي احنا يعني نحتفل فيها ونفرح بوجوده. حتسمع الكلام المعسول هذا كله في البدايه الحين، كله في البدايه لين ما يبدا النقاش، وبعدين عاد تشوف العلوم الطيبه. والله استاذ وين ثوب الزري اللي امس؟ نعم ثوب الزري اللي امس وينه؟ لا ذاك بس يوم الخميس ليله الجمعه بس. بس نعم واحده مره في الاسبوع، بعدين يقولوا ما عنده الا ثوب واحد نوع. حقيقه انا دائما يعني اتشرف واكون سعيد بالشخصيات المسؤوله في الانديه، يعني لما على الاقل لما يكونوا في البرامج يخففوا من حده الصدامات اللي تكون بين الاعلاميين. والاستاذ سلمان حقيقه يعني شخصيه رياضيه متمرسه، ورجل عرف عنه دمامه الاخلاق والتواصل مع الجميع ويحظى باحترام الجميع على كافه ميولهم. ولكن الرجل حقيقه ظلم ما عشان قدامه في الفتره اللي كانت فتره انتقاليه، يعني بعد استقاله الامير فيصل بن تركي وجيت مكلف وكذا. لكن احنا دائما احنا نقول مع التكليف، لانه التكليف الان في الفتره اللي فيها مع المستشار تركي آل الشيخ تكليف مع دعم مش مجرد تكليف. وانا اعتقد الرؤساء المكلفين كلهم محظوظين، وشيء جميل زي ما صار في النصر وصار في الاتحاد اللي هم الرؤساء المكلفين اعتبروا كنائب رئيس زي الاستاذ حمد الصنع نائب رئيس لنواف المقرن، والاستاذ سلمان يعني اعتقد انه السنه الجايه حيكون المطالبين بالنتائج. وهذه الله يرحمه الدكتور عبد الفتاح الناظر كان قال عباره شهيره، قال رئاسه الانديه المسؤوليه في الانديه الجماهيريه سماع المقعد الساخن. صح دائما يعني اليوم جمهور الاتحاد او النصر او الاهلي او الهلال لن يرضوا بغير البطوله. اليوم حتى جماهير الاهلي حتى في المركز الثاني في الدوري برضو ما كانت في قناعه بالاداره، ونقول احنا الله يعينكم واحنا دائما نبغاكم دائما تكونوا قريبين للاعلام. وان شاء الله في السياسه الرياضيه الجديده اعتقد ابو ناصر الله يرحمه العافيه، يعني الرياضه السعوديه حقيقه كانت اشبه ما كانت برجل مريض، وكانه يعني ضخ الدم في الرياضه السعوديه بافكار جديده وباسماء جديده وجيل الشباب، واحنا وان كنا من الجيل الاعلام السابق لكن نعين ونعاون. ممتاز. ونجاحكم نجاح لنا احنا. الله يحييك يا ابو فيصل. الله يحييك. يا اهلا وسهلا. الله يحييك. شرفنا منورنا يا ابو فيصل. الله يسلمك بوجود الاساتذه وايضا نائب رئيس نادي النصر. بس ترفع لي صوتك كذا ما ينفع. اولا اخر مره انا التقيت فيك متى؟ في برنامج تلفزيوني من 6 سنين يمكن او 7 سنين. تقريبا. بالنسبه لموضوع الميول المزدوجه والتشجيع اكثر من نادي، انا اعتقد انه امر طبيعي. وبالنسبه لموضوع الحزم طبعا زي ما قالوا الاخوان انه اكيد مرتبط بمنطقه او محافظه او مكان معين اللي هو مسقط الراس، ولكن انا ما اعتقد انه استاذ فهد انه بعد ما تولى قياده نادي النصر، عفوا ابو فهد بعد ما تولى قياده نادي النصر، انت عارف يعني قياده نادي النصر مع كل الاحترام والتقدير لنادي الحزم تختلف تماما عن الارتباط ايضا العشق. انا اعتقد انه ايضا كل هذه العوامل يعني راح تفصله تماما عن الحزم، بالتالي هو الرجل الان واضح انه تركيزه مع النصر خلال يمكن الثلاث العوام الماضيه بشكل كبير. فزي ما قال خالد انه يمكن الفتره الانتقاليه ما مكنت الرجل من انه يعني يحقق الاشياء اللي ممكن يحققها، لكن ايضا بدعم من هيئه الرياضه استطاع الحقيقة أنه يعني يؤهل الفريق إلى يمكن آسيا بالنسبة لنادي النصر. صحيح. فلذلك يعني هذا يحسب لحقيقة الأستاذ سلمان. صحيح. وكل رؤساء الأندية في المملكة نتمنى لهم الحقيقة التوفيق بما فيهم أبو فهد. الله يعينهم. تسلم. الله يعينهم رؤساء الأندية.
أنا إذا تسمح لي يا أبو الله يعينك زياد. الله يعين. أنا بالنسبة لي أنا أرى في الأستاذ سلمان نموذج مشرف صراحة للرياضي السعودي اللي منتمي لهذا الوطن الجميل. يعني الأستاذ سلمان وقفاته مع أندية كثيرة وليست الحزم ولا النصر فقط. أنا أضرب لك مثل في نادي ضمك، كان الأستاذ سلمان بكل أمانة يبادر بالاتصال ويبادر بالدعم. أحيانا النادي يقف في موقف محرج من التزامات معسكرات أي شيء، كان دائما يبادر بدون اتصال وبدون أي وسيلة تواصل معه، كان هو اللي يبادر دائما بالدعم والوقوف، وكان دائما يوجه بعض النصائح. تشرفنا بزيارته في نادي ضمك وكانت له أيادي بيضاء بكل أمانة على النادي. أنا هنا أوجه له الشكر باسم أهالي كل خميس مشيط ونادي ضمك، وهذا واجب علينا نحن الشخصية زي شخصية الأستاذ سلمان نحن نقدم له الشكر والعرفان. نحن ما في دعم خلاص، هذا واجب. لا خلاص نحن ما في دعم، ما يقصر، يكفي وجوده في الوسط الرياضي، هذا أكبر دعم. الحين أي ريال طال عمرك معروف أنه بيروح. أول شيء شوف دعم الأندية كلها، طبعا لي الشرف أول شيء أن يكون من ضمن أعضاء شرف ضمك ووقفه ودعمه مع نادي ضمك، هذا واجب وشرف كبير لي. لكن حقيقة أندية كثيرة الحمد لله أني تشرفت بدعمها أو تقديم شيء بسيط مما يستحقون من 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 تقدير ومحبة لهم. يعني فأندية كثيرة من كل مناطق المملكة، بعضها في مناطق أنا ما زرتها حتى، ولكن يعني محبة في رجالات هذه المنطقة أو أصدقاء أو قريبين أو تفاعلا مع منجز معين صار في هذا النادي سواء فردي أو جماعي، يعني أحيانا الواحد لا يحب أن يكون متفرج، ولا بد أن يبادر ويقدم ما يستطيع تقديمه سواء عن طريق أنا شخصيا أو عن طريق شركة ركان. فهذا شرف كبير يعني دعم الأندية. بيض الله وجهك. طبعا الله يحييك ابو عبد الله. نعم يعني صراحه انا ودي اقول الف الف شكر لرجالات الرس وخصوصا عائله المالك. انا قريب ترى من عائله المالك واعرف الحب والانتماء لنادي الحزم، وعوده الحزم للدوري الممتاز ما هي سهله ابدا، لا تتخيل اي فريق يهبط انه بيرجع بسهوله. صحيح تعبوا بصراحه. انا تابعت فهد وكان في اتصالات قبل سنه وسنتين اهتمام، يعني في بعض اللعيبه يروح يسافر لين الى المنطقه حقت اللعب عشان يتعاقد معه او يفاوض النادي. فنقول الشغل اللي قاموا فيه خصوصا عائله المالك في نادي الحزم صراحه كان شغل جبار جدا، اثبتوا انهم نادي الحزم ما يعتمد على شخص معين. اوكي وصل الى مرحله انه يعني وصل انه كان يعني في فرق مع الفرق المقدمه في فتره من فترات، انه بعد هبوط انه مش حيرجع بسرعه، لا صار في عمل صار في جهد، يعني صراحة الآن رجع الحزم وأعتقد أنه حيكون في دعم للفريق لأنه يستحق في منطقة عزيزة وفي في رجالات صراحة يحبون نادي الحزم، وأعتقد أنه حيكون له بصمة في الموسم القادم. أما بالنسبة للنصر وأبو فهد السنة الجاية لا صعب وضع أبو فهد، صعبة صعب جدا خصوصا في مباراتين بتكون بين الناديين. ايه لا تقولي والله ما القلب، لا القلب شوط مو بشوط شوط، هو طبعا مع فريق المباراة نصر جماهير وضغط ويبغى يحقق بطولة، وفي فريق ثاني يبغى يحافظ على منطقة اللي تقول دافئة او شيء زي كذا. لا انت لازم تقول انه هو كاسب في المرحلة في الناحيتين، اذا فاز النصر اكيد هو بيكون مبسوط، واذا فاز الحزم بيكون مبسوط برضه. بس نظاميا لا هو نظامي قلبيا مش علاقة بالنظامية، هو شخص لا بقلب العين لا عارف، هو برضه يشوف الوالد وعمانه في نادي في الحزم. لحظه لا بس ابو لما يشجع الاتحاد الوحيد ما يبغى الوالد يزعل، في نقطه مهمه انت يعني من عائله المالك، يعني انا يعني اعرف فيهم هلاليه وشبابيه وقريبين من الاتحاديين بعد، وفي اتحاديين لا في اشك لا في بشرني في عنده واحد عن عشرة انبسط يعني الله يكثر منه. فانا اشعر انه يعني الجو العام في ابو فهد والعم فهد وهذا الجو العام جو رياضي وشبابي اكثر، يعني حابين انه يوقفوا مع الجميع يدعموا الجميع، وهذا ايضا يسوقنا انه احنا نقول من خلال التلفزيون نقول من خلال كلامنا انه كثير من الرجالات مطالبين بدعم شبابهم شباب الوطن اللي حولهم الاحياء المناطق المدن الانتماء للمحافظه. اي نعم الشباب ابو فهد ابو سليمان رئيس نادي الشباب الشيخ فهد المالك
عضو شرف نادي الشباب. الله. والشيخ سلمان المالك برضو عضو وفي عضو شرف وكان رئيس نادي. وهو تعارض المصالح يا عبد الله، انه يعني ما يكون مثلا رئيس اعضاء شرف ورئيس نادي، او مثلا عضو شرف ورئيس لا نادي، لا انتماء للمحافظه يعني وانتماء للنادي. لا عندنا مثلا اعلامي مثلا زي ابو لا ما يشجع ناديين الاتحاد والوحده. لا يا شيخ لا لا خالد قاضي، هذا خالد قاضي اللي يشجع اعاره. خالد قاضي بس اعلامي ورئيس نادي. انت خالد قاضي يعني مهنيا يتكلم على الوحده. انا سبتي بالمناسبه، بس انا وحداوي ترى بنظام، لانه لقاء ابو ناصر مع الوالد في المصارعه قال له ما ابغى خالد قاضي اعلامي، ابغى يصير وحداوي. فالوالد قال له ابشر يا ابو ناصر، فانا وحداوي حتى نهايه الموسم، مكلف وحداوي حتى نهايه الموسم مع حاتم، يعني اذا مشي حاتم امشي. بالنسبه يعني طبعا يعني مهنيا واحترافيا، اليوم انت في مقعد مسؤوليه، سواء كنت رئيس او نائب رئيس او عضو مجلس اداره او تعمل في هذا النادي، فلا يمكن يكون يعني وقتها عملك وتركيزك الا على هذا الجانب اللي انت الان مكلف فيه او تعمل فيه. صحيح. فمهما كانت يعني محبتي وتقديري للحزم، اللي انا يمكن تعبت حتى في الحزم، يعني انا والوالد يمكن اكثر ما تعبت حتى مع النصر في سنين سابقه، يعني بسبب انه الحزم يعني ما كان في دعم كبير، وكان الدعم يعني مقتصر يمكن على الوالد وعلي وعلى ناس بسيط يعني قريبين جدا، يعني سواء من افراد الاسره او الاصدقاء. فكان التعب كبير، لكن لما يجي الواقع ويجي المنطق اكيد اني طالما اني انا اعمل في نادي النصر ومو كذي مهمه، اي نادي يلعب امام نادي النصر انا اتمنى نادي النصر ولا افكر بغير هذا الشيء. لكن طبعا اتمنى ان نادي الحزم ان شاء الله يفوز على بقيه الانديه كلها، ولكن لما تجي عند النصر والحزم عشان يستفيد النصر احترافيا مهنيا اخلاقيا اكيد اني اتمنى نادي النصر. صحيح. يعني هذا ما في شك، ما في شك. طيب اخر وابرز واهم الاخبار الرياضيه اليوم نشوفها نتابعها ونرجع نعلق عليها. طيب هذه الأخبار، من ضمن الأخبار اللي هو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يعلن عن تنظيم دورة تأهلية مكثفة للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس العالم في روسيا في معهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. برأيك يا أبو أحمد، إيش الـ 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 الخطوات أو المهارات اللي يحتاجها الإعلام السعودي اللي رايح يشارك في كأس العالم اللي لازم يكتسبها من خلال هالدورة هذه؟ أول شيء تهيئة الإعلاميين اللي بيشاركون في الخارج، ترى ليست ثقافة جديدة، هي موجودة حتى في شركات إعلامية تتبناها. بالنسبة لله من الضروري أنك أنت تهيئهم وتوجههم وتعطيهم الدورات التدريبية اللائقة اللي تخليه يستطيع أن يتعامل حتى مع المراكز الإعلامية اللي بيقابلها، حتى مع الجهات الأخرى. احنا كانت المشكلة في السابق أنه كانت عملية التمثيل في الخارج أنها كانت عشوائية إلى درجة أنك تجد انه حتى في بلد اجنبي انه ما يعني حتى ولا يعرف ولا كلمه باللغه الانجليزيه يكون يمثلك، وهذه حتى تعاني منها بشكل كبير. لذلك عفوا الدوره يقول لك من ضمن اساسياتها التعليم باللغه الروسيه والثقافه الروسيه. لابد انك تعرف ثقافه، اذا كنت تزور بلد ما بالك انك تبي تغطي حدث كبير، لابد ان تعرف عاداته، تعرف طرق التعامل معه، تعرف حتى ابرز المفردات اللي يستخدمها. غير ذلك انت لابد انك تكون انت مهيئ انك تكون اعلامي حاضر جيد، تقدم نفسك وتقدم بلدك بشكل ممتاز، تعرف كيف تحصل على المعلومه. العشوائيه في التواصل، العشوائيه، واحنا ما ننكر ان شاهدناها سابقا انه في عشوائيه حتى في انتقاء الاخبار، وحتى في عشوائيه انت امام محفل كبير، لابد انك تكون قادر على انك تكون سباق، لانه العمل الاعلامي ليس عمليه نقل فقط. صحيح. عملية قدرة على استنباط أشياء جديدة تفيد المتابع. هذا الشيء اللي احنا يهمنا في الموضوع. في نقطة بس على موضوع ثاني تكلم عنه، انه عملية انه من ضمن الأخبار، انه ضمن الأخبار انه ذكرته أمس، انه عملية الدوري السعودي انه بيكون دوري متقدم. أي. انا اعتقد انه الآن احنا في فترة الآن إعادة هيكلة الأندية السعودية وإعادة تأسيسها، اعطاء فترة انه 2019-2020 انه عملية انه نقدم انفسنا كدوري متفوق متقدم، انه فترة مناسبة من 7 إلى 10. نعم. ترتيبنا لازم يكون لازم يكون اذا ما دام اننا في الطريق الصحيح، الان نحن في الطريق الصحيح، اعادة التهيئة، يعني فرض التوازن المالي، فرض الكفاءات والقدرات القادرة على قيادة الاندية السعودية، هذه كلها مقومات ان شاء الله انها تبي تكون هي السبيل الممتاز لمثل ذلك ان شاء الله. الأمس لما إضافة على الموضوع الدورة، أي نشكرهم، فكرة مرة ممتازة وغير مسبوقة،
يعني في كل الدورات انا اشوف رحت 78 الارجنتين لما ارسلنا الامير فيصل بن فهد الله يرحمه للمشاهده، قال ابغاكم بس تروحوا تشاهدوا هذه الدوره. الان انا شوي يعني الحقيقه يجب ان نشكرهم، لكن لي وجهه نظر في مساله التاهيل، لانه مكتوب هي دوره تاهيليه. ايش ايش تاهل في خالد قاضي ولا في عادل الملحم ولا شيء؟ اذا 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 هنا هنا انا خلاص انا بالعكس حاضر. ما انا عارف انا لا بس انا بقول لك على خالد قاضي، انا بقول لك لا 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 خالد عادل الملحم عادل فوز الشريف احنا كلنا رايحين، انا ماني رايح بس اقول اسماء كبيره. هذه هي في نوعين في او في قسمين، القسم الاول الاسماء الكبيره اللي بتروح. لا بس علماء يقول لك المشاركين في التغطيه، المشاركين في التغطيه يعني خالد قاضي اللي يبحث عن الخبر، يعني احنا مدعوين كدعوه سناب شات مثلا، اذا لازم تويتر. هنا هنا لازم يكون في في ايش اسمه، من هم المشاركين في التغطيه ومين اللي مدعوين، هنا يكون في حتى الاعلام المدعو لانك انت وسائل الاعلام المختلفه. يعني الان انا مثلا لو رايح هل احتاج اني تعطيني الدوره دي ولا لا؟ لا هذا هو السؤال. انت تمثل نفسك تتفرج بس يمكن احتاج ناخذ دوره لغه. لا حتى الاعلام المدعو ايضا عليه مسؤوليه، يظل يبقى اعلامي. صحيح. بس طارق ابغى اضيف حاجه صغيره على الموضوع هذا. الاعلامي في تصنيفات الان، الاعلامي قبل 30 سنه ولا كل سنغافوره مع المنتخب ومساعد وبنما من الناس اللي عاصروا، كل اول الجمهور يبغى، ما كان في غير الصحافه الورقيه، يبغى يعرف صالح النعيم ايش قال قبل المباراه، وماجد ايش قال بعد المباراه، وعبد الجواد ايش قال، واحمد جميل ايش قال. الان الاعلام اختلف، يعني كنا اول نحلل المباريات وملزمين، ما كان عندك المتلقي ما كان امامه الا الصحافه الورقيه. اليوم الاعلامي الفضائي مراسل القنوات الرياضيه مثلا عنده دور غير، لكن الصحافه الورقيه لسه المجال امامهم انهم ياخذوا اللي هو حاجه ما شافتها الفضائيات. هنا تيجي بالممارسه والعين الاعلاميه الذكيه. صحيح. اللي يركز على اشياء الصور ما جابت الفضائيات ولا جاب شيء، وانا كاعلامي كل زمان نحلل، اليوم الاعلامي مو دوره يحلل، انت تحاول الاعلامي الشاطر اللي ياخذ الجوانب اللي ما جات في الفضائيات، عشان انا بكره اروح اشتري جريده، اشتري الرياضيه، اشتري عقاب، اشتري اي جريده، ابغى فيها حاجه ما كانت موجوده في الوكالات ولا كانت، وهذه دوره يشكر عليها. ودعوه الاعلاميين سواء الاعلاميين المعتزلين زي حكايتي والتكريم لهم ومتابعة التكريم، والاعلاميين الميدانيين، لكن الاعلامي الفضائي له مهمه ثانيه، والاعلامي الميداني له مهمه. طيب. جديده. مو دور الان في محللين وتويتر. في القنوات الفضائيه والمحللين موجودين، الاعلامي الان على الاعلامي الشاطر اللي يخليني ثاني يوم الصباح ماشي. اروح ادور جريدته واشتريها. ماشي. امس طبعا اختتم دوري الشباب اللي فاز فيه الاهلي وباركنا لهم الحقيقه، واعتذرنا طبعا على الهواء على عدم نقل المباراه لاسباب شرحناها امس، ونكرر اليوم مره ثانيه التهنئه للاهلي والاعتذار منهم على عدم نقل المباراه بسبب ملعب اللي مقام عليها المباراه، ملعب نادي الفتح للفئات السنيه ما كان ملعب صالح لنقل المباراه. هذه صور الخاصه بتتويج الاهلي بدوري الشباب اللي بثها المركز الاعلامي في النادي الاهلي، وهنا احتفاليتهم بهذه البطولة التي حصلوا عليها عن جدارة واستحقاق بعد منافسة كبيرة مع الهلال حتى الرمق الأخير والجولة الأخيرة. وقلنا أمس أنه بطولات الموسم توزعت، الشباب الناشئين والأولمبي والشباب والأول، كل فريق أخذ له بطولة بين النصر والأهلي والفيصلي والهلال. وكنا نقول أيضا بأنه أعتقد عارضنا بولما فيها أمس هذه، أنه هذه من حلاوة المسابقات السعودية المختلفة، التنافس موجود بين كل الفرق، ولا تعلم مين اللي راح يحقق بطولة الناشئين أو الشباب أو الأولمبي أو الأول، وما تدري مين البطل اللي راح يكون حتى في الدوري. صحيح. حتى في الدوري وكلها حسمت في الجولات الأخيرة تقريبا. يعني يعطيك مثال حتى مباراة النصر الناشئين. أي. يعني النصر كان يكفي التعادل. صح. ففي اللحظات الأخيرة الاتحاد سجل هدف وأيضا سجل الهدف الثاني. فكنا احنا قاعدين ايضا في حالة ترقب على نتيجة الاهلي والوحدة. فالحقيقة الدوريات كل الفئات اصبحت فيها اثارة، فيها حماس. صحيح. دوركم انتم طبعا كقناة في تغطيتها يعني خلق كثير الحقيقة من المتعة، وان كان الحضور يعني انا كانت بالنسبة لي ساب، يعني ما رحت كثير للمباريات فئات سنية، بس لما رحت الحقيقة استمتعت، شفت مواهب، شفت شباب، شفت حماس، يعني وإن كانت الفئات السنية
بغض النظر الأهمية ليست أهمية النتيجة بقدر ما هو أهمية الثقل، أهمية الإنتاج وللفئات الأعلى والمنتخبات، ولكن الحقيقة أن فعلا فئات تستحق الاهتمام. الأندية قليل خلينا نقول من يهتم بالفئات السنية، دائما نهتم احنا بالفريق الأول، مع أنه المفروض أن دائما نهتم بالقاعدة أحسنت ونطلع طلوع وليس نهتم فقط بالفريق الأول، لكن الفئات السنية بالمواهب الموجودة عندنا الآن اللي شفتها أنا من أكثر من نادي حقيقة تستحق الاهتمام. ممتاز، نربط الاتصال بس إذا سمحت لي. فاز الاتحاد ايه؟ وسوى ممر شرفي. ممر شرفي رائع جدا. ايه صحيح صحيح، أتكلمنا عن أمس. أنا رحت والله شكرت إداريهم، وله غريبة على نادي الاتحاد هذا النادي الكبير إنه يأسس شبابه ناشئينه على هذا. صحيح جدا. طب خلونا نأخذ الأستاذ محمد الحارثي وهو المشرف العام على القطاعات السنية في النادي الأهلي. أستاذ محمد مساء الخير. الله يحييك، ألف مبروك حصولكم على هذه البطولة الدوري بجدارة واستحقاق، والأهلي يوميا يثبت وفي كل موسم أيضا يثبت بأنه عنده فئات الحقيقة تستحق الدعم والشكر والتقدير أيضا. الحمد لله، هذا فضل الله كبير. رحب فيك أخوي طارق وضيوفك الكرام. الله يحييك. أولا اسمح لي أهنئكم على الخطوات التطويرية للقناة الرياضية. ثانيا أبارك للهلالين بطولة الدوري درجة الشباب لهذا الموسم 2017-2018، ونعدهم ببذل المزيد إن شاء الله من جهد العطاء لإسعادهم. الأهلي يستاهل. أشكر الأجهزة الفنية والطبية واللاعبين ومنسوبي مركز الأمير عبدالله فيصل في النادي الأهلي، واسمح لي أخص بالشكر أخي وحبيبي الأستاذ فهد الأثمري مدير فريق الشباب اللي تحمل كثير هذا الموسم من أجل إنجاح هذا العمل. وين كانت صعوبة البطولة هذه بالذات بالنسبة لكم؟ الصراحة تقارب مستويات الفرق، المنافسة كانت قوية إلى آخر لحظة كما لاحظتم. الفرق ليس النادي الأهلي وحيدا يعمل، الأندية كلها تعمل، النصر، الهلال، الاتحاد، الاتفاق، الشباب، الأندية كلها في المملكة تعمل على مستوى الفئات السنية، والمواهب موجودة على مختلف مناطق المملكة. أمس كنتوا أنتم متعادلين والهلال كان متقدم على النصر حتى الدقائق الأخيرة، إيش كانت مشاعركم في هاللحظة هذه تحديدا؟ حسيت أن البطولة بتروح منكم؟ مشاعر صعبة، إحنا كنا الحمد لله واثقين في الله سبحانه وتعالى أولا، ثم في لاعبينا في الملعب، كلمناهم قبل المباراة إنه إن شاء الله الفوز بيجي، لكن بالتركيز وبالعدم الاستعجال. كانت ثقتنا فيهم كبيرة الحمد لله، والله ما خيب رجعنا، وتحقق البطولة الحمد لله رب العالمين. العمل الموسم هذا عملنا عمل الحمد لله تكلل بالنجاح في هذه البطولة، وإن شاء الله الموسم القادم يكون أفضل وأفضل. أنا اسمح لي أخوي طارق بس كان لنا عتب بسيط على قناتنا الرياضية العزيزة في عدم نقل المباراة اللي كان فيها تتويج البارح. حقيقة العذر، النادي الفتح نقلت منه مباريات كثيرة سابقة ومن القناة الرياضية أيضا. النادي بالعكس، نادي الفتح نادي نموذجي مهيأ لنقل المباريات ومساحات كبيرة جدا. الملعب الرئيسي اللي لعبنا فيه نادي الفتح ليس ملعب الفئات السنية، فاحنا والله كنا مستغربين استغراب كبير من قناتنا العزيزة في عدم نقل المباراة هذه. عتبك على العين والراس، وترى على فكرة احنا لما نقول ان كنا احنا ناويين ننقل المباراة، ترى عربة النقل كانت موجودة في الحسا وانا ما وطلعت من الدمام وراحت للحسا، وهذا الكلام ليس كلام انشائي. العربة كانت موجودة وكانت جاهزة للنقل، ولكن المهندسين اللي كانوا موجودين ومخرج المباراة شافوا الوضع، ما كان يعني يتحمل انك تنقل المباراة. هذه ناحية. اثنين، واحنا سألنا يا طول العمر لم تنقل اي مباراة من ملعب الفتح سابقا، ملعب الفئات السنية لم تنقل ولا مباراة المعلومية، حتى الملعب اللي لعبتوا عليه على فكرة ما نقلت منه ولا مباراة. لا انا ممكن الان ارسل لك مقطع لو تكرمت، الان ارسل لك مقطع في مباراة الاهلي والفتح درجة الاولمبي بكاميرات ثابتة. نعم كاميرات ثابتة. نعم. كاميرات ثابتة وليست متحركة. لا تاريخ كم عفوا؟ القناة الرياضية السعودية. تاريخ كم لمؤاخذة يعني؟ أول 1434. يا ساتر. نعم وهذا من السابق. الآن في خطوات تطويرية المفروض أنه يكون أفضل وأفضل النقل. طبعا. يعني الملعب نقل فيه عديد من مباريات أخوي طارق، ما هو مباراة واحدة أو سنتين. أنا ممكن أرسل لكم مقاطع كثيرة من ملعب نادي الفتح. ترى ملعب طيب. نموذجي، ملعب نادي الفتح ليس ملعب صغيرة، ملعب الرئيسي، أنا أتكلم عن الملعب الرئيسي. شوف أستاذ محمد، أنتوا الآن في مرحلة فرح. واحنا نعم. على المستوى الشخصي امس قدمنا الاعتذار وحطينا المسببات. تسلم. وتاكد، لا بالعكس هذا واجب علينا، وتاكد بانه لم يكن هناك اي عائق، اي عائق
من القناة بين تنقل هذه المباراة. العربة موجودة ووصلت هناك ولما انكشف ما ابغى ادخل في التفاصيل، ولكن طيب انا اسمح لك يا طارق بس انه في بعض الاخوان كانوا يتسالوا ليش النادي الاهلي ما طلب نقلها للمدينه الرياضيه. بس المعلوميه بس ابى اصحح لك معلومه لو سمحت. ايه. عام 1434 هي كانت احتفاليه لتتويج الفتح بالدوري وليست نقل مباراه، عشان تكون بالصوره. لا لا انا مستوى الاولمبي اتكلم، على مستوى الاولمبي. نعم. انا عندي المقطع موجود، انا ممكن ارسل لكم اياه لو تبغوا. اي انا اسمح لي بس اقول لك، في بعض الاخوان كانوا يتسالون ليش ما النادي الاهلي طلب نقل المباراة على ملعب المدينة الرياضية حتى يتم نقلها تلفزيونيا. نعم. هذا لو تم حيكون خطأ إداري كبير من النادي الأهلي، لأنه سيتم إيهام اللاعبين وإرسال رسالة لهم بأنه المباراة منتهية والتتويج إحنا رايحين نتوج فقط إذا تم نقلها. اللاعبين طبعا حيتساءلوا وحيوصلهم الشعور هذا. فإداريا إحنا فضلنا إقامة المباراة على ملعب نادي الفتح وتكون عادية جدا ويتم إن شاء الله الفوز، والحمد لله هذا اللي تم، والتتويج باذن الله. على اي حال يا لاعبين الاهلي لفئه الشباب احنا اسفين، وان شاء الله يا جمهور الاهلي ويا جمهور الاهلي لكم التقدير والاحترام، ونتشرف فيكم سواء يعني في اي محفل بالنسبه لكم، وتاكدوا بانه احنا كان هذا بالنسبه لنا مهم. وعلى فكره ونقل مباراه من هالنوع كان اضافه لنا ترى، على فكره يعني ما هي يعني بالعكس هذه كانت حاجه مهمه. مبروك مره ثانيه، تستحقون تستاهلون، ومنها ان شاء الله تعالى لانجازات اخرى باذن الله تعالى مع شبابكم ومع عائلتكم ان شاء الله. زي ما قال الاستاذ المالك ان ليس الهدف الاكبر في الفئات السنيه وتحقيق البطولات، تحقيق البطولات هو هدف من اهداف الفئات السنيه، ولكن الهدف الاسمى والهدف الاهم هو اللاعب، تجهيز اللاعب المحترف للفريق الاول وتطويره احترافيا وبدنيا وفنيا وفي كل المجالات. سؤال أخير هل تعتقد مع التنظيمات الجديدة الآن للرابطة واتحاد القدم سيكون لهؤلاء الشباب مكان في الفريق الأول؟ 7 الأجانب بالإضافة إلى المواليد الاثنين، وضروري وضروري يكون 5 لاعبين تحت 23 والعدد. أي الآن شغل عليكم الفئات السنية بشكل كبير. نعم انا في صعوبه كبيره، هي ما هي مستحيله، ولكن لابد من اللاعب السعودي يثبت نفسه. لا اللاعب الموهبه القادر انه يحجز مكانه في الفريق الاول، الان الشغل عليك انت لازم تكون محترف بمعنى الكلمه حتى تاخذ مكانك في الفريق الاول. احنا نعمل ان شاء الله في النادي الاهلي والانديه الشقيقه كلها ان شاء الله لتهيئه هذا اللاعب. انا اسمح لي بدل انت ذكرت اخوي طارق خطوات تطويريه عن طريق برنامجكم المهم حبيبي، انه نطرح مقترح تطويري للاتحاد العربي لكره القدم. ايوه. لانه شايف ما شاء الله في حراك في تطوير كره القدم على المستوى العربي، لماذا لا يكون هناك بطوله عربيه لابطال الدوري الناشئين والشباب على المستوى العربي؟ هذه من خلال برنامجك انت ممكن تشوفوها. قصدك على هامش البطوله العربيه الحاليه؟ لا تكون سنوية، يعني مثلا بطل دوري المملكة لدرجة الشباب يشارك، بطل دوري المملكة لدرجة الناشئين يشارك، مع أبطال الدوري في مناطق عربية مصر والإمارات والكويت والسودان وغيرها من البلدان العربية. بطولات عربية للفئات السنية يعني. بطولات عربية للفئات السنية. للفئات السنية يعني على مستوى الناشئين والشباب. صحيح. طيب قبل ما أختم معك بس الأستاذ صالح بن وفاء يبغى يسلم عليك. تفضل. نعم والنعم. مساء الخير يا أستاذ محمد. تقرب النور حبيبي طارق، حياك الله. ألف مبروك حقيقة هذا المنجز اللي غير غريب على الأهلي وغير غريب ليس بغريب عليك شخصية. أنت أحد الثوابت فيها. أنت أحد الثوابت الجميلة اللي يقدمها النادي الأهلي منذ سنوات، وأنا أشكر التلفزيون السعودي اللي قدمك وأعطاك الفرصة أنك تتحدث عن هذا المنجز. وبالفعل نحن محتاجين أن الكوادر اللي مثلك موجودين في الفئات السنية في جميع الأندية انهم يظهرون من وقت الى اخر في التلفزيون ويظهرون عملهم. الف شكر، اقدمها كاحد المنسوبين لرياضه الوطن لك وللعاملين معك. الف مبروك وبالتوفيق ان شاء الله. الله يعلي قدرك ويبارك في ايامك، واشكرك. وهذا النادي الاهلي اللي قدمنا للكره في المملكه العربيه السعوديه، وهذا تاج على راسنا. الله يكرمكم جميعا. الله يحييك، مبروك مره ثانيه، وعتبكم على العين والراس. تسلم اخوي طارق، شكرا لكم جميعا. يا اهلا وسهلا جميعا الموجودين. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. التقنيه هذه دائما بتصير، يعني قبل سنتين مش دفاعا عن القناه الرياضيه السعوديه، قبل سنتين لما كانت الام بي سي تحتكر الدوري السعودي. نعم. تتويج الاهلي في امام الفتح في ملعب الجوهره لم ينقل مباشره، كان حصل خلاف بين اعتقد الشركه الناقله واتحاد الكره، ونفس الام بي سي اعتذروا وثاني يوم نقلوا التتويج بشكل كامل. فالمشاكل التقنيه هذه دائما بتحصل يعني،
واحنا نقول خاف قاضي يدافع عن القناه الرياضيه عشان فيها لا يعني هذه ترى لا انت وحدوي حصلت مع الام بي سي وحصلت مع قنوات ثانيه يعني فان شاء الله يعوضوكم بحلقه كده والخيمه لما تيجي جده ان شاء الله اتمنى الاستاذ محمد كمان يكون من الضيوف المختارين لانه رجل حقيقه يعمل يعني مع الفئات السنيه وسبق له كان مع الفريق الاول وحقيقه ان شاء الله زي ما تفضلتوا بس طارق على طارق 23 المقصود بهم لعيبه الاولمبي هذول تحت 20 يعتبروا صحيح اعتقد اللعيبه عشان كده هم الغوا البطوله الاولمبيه والبديل انه خمسه حيكونوا مع الفريق الاول شوف الفيصلي عفوا اسف اي فريق اي لاعب تحت 23 سواء كان اولمبي او شباب يعتبر تحت 23 سنه فطبعا هو القرار انا اشوف انه له ابعاد يعني توزيع اللاعبين بين الانديه عدم تكديسهم وقتل كثير من المواهب من خلال تكديسهم في الانديه وبفئه الاولمبي تحديدا اتكلم فهذه كله كل اللاعبين لما يتوزعوا بين الانديه حيصير المعروض من اللاعبين السعوديين كثير نعم. فبالتالي ايضا الاسعار حتتاثر صح. يعني بالانخفاض نعم. الاهم من هذا ان نشوف لاعبين هذول يلعبون يعني ما يكونون جالسين في انديتهم بس بحكم انه موهبه ما ابغى يروح لنادي ثاني وبالتالي قد تقتل الموهبه هذه من خلال الانتظار بقاء في الانتظار ممكن الحين نشوف توأمه مع الانديه الان هل هو وقت التوأمه الانديه الكبيره مع الانديه اللي في المناطق او في المناطق الانديه الصغيره مثلا هل ممكن الحين نشوف توأمه زي ما يصير في انديه في العالم يعني حتى على مستوى العربي نشوف انديه فيها توأمه معها توأمه انديه كبيره ممكن الحين نشوف يعني توأمه قريب انا اشوف انه قضيه التوأمه بشكل عام او خلينا اقول لك انتشار اللاعبين وانهم يلعبوا خصوصا ما خلينا اقول لك ما بين دوري ممتاز ودوري درجه اولى خلينا دوري الامير محمد فبين انك تلعب بين مؤكد انه في الكثير من اللاعبين الفئات السنيه في الانديه فئه الاولمبي حيبحثوا عن اماكن في دوري سيد الامير محمد بن سلمان فبالتالي حيكون فيه فائده كبيره عاد كيف تكون هذه تعتمد على علاقه يعني الفريقين في بعض على ايضا اللاعبين العرض اللي يجي للاعب صح. لكن احنا بالنسبه نتكلم في نادي النصر يعني اللاعبين اللي موجودين عندنا نتمناهم يلعبون ما نبغاهم يجلسون ولا نبغى نكدسهم عندنا سواء شباب او الاولمبي بالعكس الله اي نادي يحتاجهم من الانديه كلها احنا نروح ابواب ضمك مفتوحه طال عمرك الله يسلمك ما يحتاج في اول القائمه استاذ صالح ترى تنفع لما تيجي الخصخصة يعني الآن أنت مثلا نادي ضمك تسوي توأمة مع النصر ليش لأنه أنت هدفك تفريخ هو هدفه بطولات فهنا هنا دائما تجي التفريخ بيجيب فلوس الآن أنت في عندك مثلا نادي جنت البلجيكي ما بيحقق بطولات بس نادي بيحقق ملايين يشتري اللعيبة العرب ولا فارقة هم صغار في السن وبعدين يبيع زي بازل ترى على فكرة أبو لما احنا النادي الوحيد اللي هزم النصر وإلى الآن النصر ما هزمنا احنا النادي الوحيد نادي ضمك احنا نحترمكم تجول الممتاز بعد الحين وبعدين او دور 32 كاس الملك هو شوف طيب. طارق الاولمبي ما عاد في اولمبي لا انا اقول اقصد الفيصلي الفيصلي حصل اخر بطوله اولمبي هذا مؤشر صراحه جيد لفريق زي الفيصلي انه عنده لاعبين الان ممكن يطلع خمسه منهم الفريق الاول صح يكون هو افضل يمكن هو والهلال تقريبا هم اللي يكون عندهم اللاعبين الجاهزين اولمبي النصر ما تابعته بشكل دقيق صالح ولا حيوصلوه لثالث الاجانب هم اللي قالوا لا ما اختلفنا الاجانب في كل الانديه ترى هم اللي فازوا انا عندي تحفظ قلت انا اتكلم عن طلعوا لك لاعب اولمبي يعني خلاص بقي له التكه ويوصل الفريق الاول الان مثلا النصر او الاهلي او الاتحاد بالذات الانديه المطالبه بالبطولات يعني انت ما تلزمني بخمسه تحت 23 سنه انا عندي ممكن عندي نجوم يعوضوا يكملوا قائمه ال20 لاعب فانا انسان ابغى انافس ابغى ادور الفريق ابغى يكون عندي 20 لاعب جاهز صحيح معلش القرار ما جاء خبط انا اتمنى من مصلحه البلد مصلحه النادي من مصلحه البلد قاعد انك انت قاعد تطلع اربعه او خمسه كل سنه من الفئات السنيه انهم يلعبون اليوم القضية أن تلعب في دوري مش فقط للنادي للمنتخب في الأخير اللاعب الجيد يفرض نفسه هو حيفرض يعني نفسه خلينا نقول فراس البريكان على سبيل المثال المدرب إذا شافه أوتوماتيكيا هيختاره هو معنا أصلا من الفترة الشتوية فراس البريكان معنا بالفريق الأول يعني اللاعب الشاب من عمر 17 سنة أنا في اعتقادي إذا ما كان لفت الانتباه
ما اعتقد انه قليل حيكون فرصه الانتباه بعدين. نعم. احنا عندنا بالناشئين في لاعبين احتمال يعسكرون معنا بالفريق الاول عشان يشوفهم المدرب. يعني لاعبين اعطيك مثال اهلاوي ممكن يتحملون. يعني زي المؤشر عبد الفتاح عسيري، مهند عسيري مثلا، صعبه والله يشيل ثلاثه دولة، اقول لهم روحوا دوروا نادي ثاني عشان احط محلهم خمسه مثلا من 23 سنه. طيب. اتمنى القرار هذا يعني ما يكون ملزم على الانديه، يخلوها اختياريه افضل يعني. بالذات طيب. الانديه الكبيره. امس تكلمنا على حجم الفعاليات اللي قامتها اللي قاعد تقيمها الهيئه العامه للرياضه، ومرينا عليها تقريبا كلها، وحتى قبل امس كنا سالنا مجموعه من الضيوف اللي ما كان موجود معنا في فتره سابقه، كنا نقول اتحدى واحد الان يقول كم فعاليه عملتها الهيئه العامه للرياضه وحققت النجاح طبعا منها ما شاء الله، ما قدرنا نعد. اليوم ايضا اللي هو يقول لك انعقدت اليوم جلسات حوار حول الرياضات الجديده بحضور نائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للرياضه الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات المجتمعيه الاميره ريما بنت بندر بن سلطان، وذلك على هامش افتتاح نادي الجولف رويال جرينز بمدينه الملك عبد الله الاقتصاديه. من فيكم قد لعب جولف؟ والله الجولف هذه تصريح يا طارق، لا فيها جري ولا فيها شيء ولا لا فيها قد لعب جولف. انا ما شاء الله بس انا لعب جولف طبعا من باب الهوايه، من باب الهوايه، وكنت اعتقد انها لعبه سهله، بس واحد يشوفها كذا انها بسيطه عمليه ضرب الكره بالمضرب الجولف، لكن حقيقه يعني قعدت يمكن ثلاث مرات وانا احاول ارد الكره ولا استطعت. ما هي الحقيقه ممتعه وفي لها ناس يحبوها. نعم. طبقه مخمليه يعني ما هي قصه طبقه مخمليه، هي عرفت اخذ هذا كعرف بدايتها، ولكن احنا عندنا كثير هنا سواء من ابناء الوطن او حتى من اللي يعملون في المملكه من الاجانب عندهم هوس كبير لهذه اللعبه، فوجود نادي للجولف اعتقد بالعكس هو موجود. نادي الرياض اكبر إيه؟ اكبر مركز الان نادي الرياض للجولف اللي في طريق القصيم، هذا من اكبر المراكز، وحتى في سفره في هذا النادي سفره مشتركين. نعم اعضاء. انا بالنسبه للجولف على سؤالك، انا الحقيقه دعيت يعني عن طريق الشرق الاوسط لبطولات جولف، انا شخصيه ما كنت اعرف لكن تعلمت منها وسالت قبلها اروح له. رياضه الجولف تعتمد على التركيز والقدرات، تحتاج الى قدرات بدنيه مو بسهله في عمليه ضرب الكره، في عمليه التركيز، في عمليه حتى قوه العضلات الفخذين والوسط، يعني تحتاج الى حتى الى مهارات بدنيه. وبعدين اللي يقول انها رياضه الاغنياء او الطبقه البرجوازيه، لانه بطل العالم تايجر وود هذا ابوه كان هو اللي يشيل ايش بس بدايتها يا ابو احمد، بدايه اللعبه اللي هي للطبقه البرجوازيه، الطبقه في نعم. اوروبا هي يجي سيد القصر او هذا يرمي الهواء، خلاص هو هي الساحات الخضراء هي اللي تحددها. انا عندي ساحات القاضي، لكن المشروع القادم انا اللي بقول شيء بالنسبه لرياضه الجولف، انه الان المشرفين على رياضه الجولف في المملكه العربيه السعوديه يمكن الاخ فياض يعرف واحد منهم اللي هو محمد العيسى الامين العام، كلهم ناس من اللي خبروا رياضه الجولف وعرفوها، يوسف الدويش رئيس الاتحاد السابق، الان ياسر رميان رئيس الاستثمارات العامه، هذا كلهم لاعبين جولف، كلهم ناس تاسسوا عرفوا، حتى بعض منهم وصل الى بطولات، حتى اللي جاي من برا السعوديه بالشباب كانوا جايين برا، يعني احنا مستقبلنا بالجولف مستقبل زاهر وممتاز، والبطوله الجايه اللي او التنظيمات للجولف الجايه والملاعب الموجوده بتصير هذه كلها تبي تنطلق من فكر شبابي سعودي هو اللي خطط لها. طيب. انا احمد الله اني دعيت مركز الرياض للجولف، معلش عفوا على الكلمه الاخيره، وحضرت وش الاشياء المستقبليه اللي قاعد يتكلمون عنها والاشياء، يعني ان شاء الله انه مستقبل واعد. شوف العشر اللعبات هذه مصنفه، شوف كل انواع اللعبات اللي هي قتاليه غير قتاليه كلها موجوده. شوف انت بتلاحظ تتكلم عن لعبه بلوت شعبيه، لعبه ذهنيه صحيح، وتصل الى لعبه الجولف الان اخر شيء لعبه مختلفه تماما، كلها فئات مختلفه. الاولمبيه ترى يا جماعه في لعبه منسيه اعتقد شربت لي تاهل اللي هي قفز الحواجز. طيب اعتقد لابد تلاقي اهتمامكم ان شاء الله. بروح معلش ماده ثانيه. طيب ندخل في المضمون. جاء محبا وعاشقا لناديه الاول نادي النصر في سنوات مضت، عندما دخل إلى هذا النادي دخل رئيسا في فترته السابقة لفترة بسيطة، ترى ماذا قدم خلال فترة رئاسته لهذا النادي، نجح أم لا؟ رجل الأعمال الرياضي العاشق الذي وجد نفسه بين الأصفر والأخضر،
فاختار الاثنين. سلمان بن فهد المالك تستطيع أن ترى مسيرته الرياضية باللون الأصفر كعاشق وعضو شرف فاعل مع العالم أو مع نادي الحزم كممثل لمسقط رأسه الرس، وتستطيع أن تراه باللون الأخضر كمساهم قوي في الرياضة السعودية من خلال رعاية ركاء القابضة لدور الدرجة الأولى والتي أحدثت نقلة نوعية في منافسات البطولة، أو من خلال ترشحه لمنصب رئيس اتحاد القدم في أقوى منافسة انتخابية رياضية شهدتها الرياضة السعودية. لكن دعونا نعيش الحاضر، دعونا نعيش مع العاشق النصراوي سلمان المالك الذي بدأ حبه يكبر مع السنوات حتى وقف في أهم خانات الدعم للخزينة النصراوية كواحد من أهم الأسماء الفاعلة في قائمة أعضاء الشرف الصفراء. القصة بحبكتها هو ما حدث بين ليلة وضحاها حين وجد المالك نفسه قائدا للسفينة الصفراء في أصعب أوقات الإبحار وأقصى ظروف البحر كي يعمل على تكوين فريق العمل ويرسم استراتيجية إصلاح الخلل أولا ويضع مهمة الديون على رأس القائمة، مهمة صعبة نالت حكم التخفيف بعد أشهر قليلة حين تولى سعود بن سويلم رسميا رئاسة النصر. لكن مهمة المالك لم تنتهي معها بعد، حيث يقف الآن في منصب نائب الرئيس وسط مجلس إدارة العالمي. سلمان المالك ضيفنا الليلة، نستغله من أجل المدرج ونحاول معه الإجابة على أسئلة لا يمكن التنبؤ بإجابتها بل وضعها أمام الرجل الثاني بالكيان الأصفر. أهلا بكم وبسلمان المالك في الخيمة. طيب، كان هذا التقرير يتحدث عن جزء بسيط من الشيء اللي احنا نبغى نطرحه مع هذا الرجل. يعني معلش انا ما ابغى ارجع كثير ورا، لكن على الاقل بسالك في الفتره الاولى في فتره رئاستك للنادي، شو اللي شفته يوم جيت؟ الحقيقه طبعا يعني صعب اني برضه اني بختزلها في اجابه قصيره، ولكني شفت الحقيقه يعني عمل كبير لابد ان الواحد يعمله. هذا لا يعني انه في السابق لم يكن هناك عمل، ولكن كان يحتاج الى اعاده ترتيب، اعاده صياغه. صحيح. بمنظوري أنا يعني بفلسفتي أنا الإدارية، في أدوات كرة القدم كفريق موجودة كلاعبين حتى كفئات سنية، يعني اليوم حتى المنجز للفئات السنية منجز هو شاركة الإدارات السابقة أيضا فيه، لأنه يعني كلها عمل تراكمي. ولكن إعادة الترتيب، الفلسفة الإدارية، الإدارة المالية، ترتيب الأمور من الناحية المحاسبية والمالية، الديون، القضايا، يعني حتى الجو النفسي داخل الفريق داخل المنظومة، حقيقة لا ما كان مساعد يعني في الفترة هذه، خصوصا من تراكم الديون وطلبات اللاعبين، الوضع الشرفي، الوضع الجماهيري، كان فيه يعني خلني أقول لك لخبطة كبيرة في هذا الجانب، كنت تحتاج أنت ما تعرف من وين تبدأ. فعشان كذا كان في بداية الشهر الأول كان شهر متعب في عملية إعادة الترتيب، حصر الأمور، تدقيق الأمور المالية، الديون، بدأنا في العمل في الديون من اليوم الأول. طبعا مع لأني عندي فيها خلفية سابقة لما توليت ملف الديون في السابق، عملية استقطابات، فترة شتوية، مجلس إدارة، فكان الحقيقة عمل تجديد عقود. يعني لا أقدر أحصي لك الحقيقة حجم العمل اللي كان، لأنه كان كثير كثيف والفترة قصيرة. كم كانت تقريبا؟ يعني طبعا 3 شهور فترة التكليف، لكن الشهر الأول تحديدا حقيقة هو اللي تخلله تشكيل مجلس، تعاقدات، حصر ديون، مشاكل، يعني مفاوضات ونقاشات، يعني عمل يتعدى 10 ساعات يوميا تقريبا في النادي. فما بعد كذا بدأ يخف تدريجيا، فالحمد لله قدرنا ننجز في بعض الأشياء اللي الآن حتى في الإدارة حاليا قاعدين يعني نمشي بنفس او على نفس المنوال او على نفس الطريقه مع اضافات اخرى، لانه العمل اللي بدأناه والترتيب اللي نعمل في البدايه كان جيد، كان حيخدم النادي. هدفنا هو انه يوجد ليبقى، سواء تنظيم مالي او محاسبي او اداري، استقطابات كفاءات شابه جديده، منها لخلق جيل اداري قادم، ومنها ايضا انه يتيح الفرصه للشباب السعودي. اليوم كل الدوله تنادي في بسعودة الوظائف، بإتاحة الفرصة، بزرع هذه الثقة في الشاب السعودي. فبدأنا في الإحلال، بدأنا في تسكير كثير من الالتزامات والديون الداخلية والخارجية، يعني في قضايا داخلية على النصر،
في مطالبات من عاملين في النادي لهم سنوات، في لاعبين، فيه إشكاليات كنت لازم تحلها باجتماعات صحيح فردية، وأشياء لازم تحلها باجتماعات جماعية. أي صحيح. وتعاقدات مع دور استشارة ودور خبرة في مجالاتها إدارية طبية تسويقية، فكان العمل حقيقة متعدد الجوانب. الحمد لله أننا قدرنا ننجز اللي أنجزناه، والآن نستكمل ما قمنا فيه في السابق مع جوانب تطويرية أكثر. نعم. وفهد أنت قلت أنه كان هناك لخبطة على المستوى الإداري وعلى المستوى الشرفي، مين المسؤول عن المستوى الإداري وأيضا على المستوى الشرفي اللي أوجد هذه اللخبطة؟ شوف أنا ما أقول لخبطة على المستوى الشرفي، أنه أني قاعد أخفي الوضع، لا الوضع كان واضح أمام كل النقاد الرياضيين أنه كان فيه خليني أقول لك خلاف شرفي، يعني ما راح أقول هو عضو شرف أو آخر، هو كان ما يعني في خليني أقول لك عزوف شرفي. العزوف الشرفي كل واحد له مسبباته، يعني أنا دائما يعني بما أني أنا عضو شرف قبل أكون مسؤول في النادي، أنا محبتي للنادي هي تحكم دعمي وقربي للنادي. أحيانا بغض النظر عن الأشخاص في وسائل كثير للدعم، حتى وإذا كنت غير راضي عن السياسة تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه بطريقتك بقربك باحتوائك، لكن في أعضاء شرف مبتعدين لأسباب تخصه ونحترمها، في منهم من عاد وفي منهم ما زال مبتعد، قد تكون أيضا ظروفهم العملية وانشغالاتهم ووضعهم الاقتصادي أو إلى آخره. اللخبطة الإدارية يمكن أنا يعني طريقتي في عمل الإداري تختلف، فأنظر لها من ناحيتي أنها تحتاج إلى تغيير وأيضا ترتيب. طبيعة العمل في الشركات قاعد أحاول أني أنقله بشكل أو آخر إلى الأندية، رغم صعوبة أنك أنت تأخذه وتطبقه 100%، تحتاج له إلى يعني توضع أو تعمله توليفة معينة بحيث أنه يكون 100% زي عمل الأندية عمل الشركات. فهذا ما حاولنا أول شيء ترتيبه. في أشياء كثيرة قاعدين نرجع لها تصدق إلى الآن، يعني في عندنا بعض المواضيع حاول نرجع الأصول والمبالغ اللي الآن موجودة ومسجلة كديون، نبغى أصلها وين. فقاعدين نرجع الأصول والمبالغ، فعملية عملية مضنية ما هي بسيطة حقيقة. يعني الأصول موجودة ولا مش موجودة؟ لا يحتاج لها بحث، موجودة بس يعني عرفت من كثر المواضيع والعاملين تأخذ منك وقت يعني في عملية. طيب إيجابية. أنت لما بدأت أعلنت عودة الدعم له قلت نعم. انه في اعضاء مبتعدين، هو لازال مبتعد الان؟ لا لا، الامير خالد إيه؟ الله يسلمه يعني ما قصر، كان موجود ودعم النادي وجدد للاعبين الفريدي وعمر هوساوي وبرونو، هو اللي قدم قيمه التجديد معاهم يعني. فدعم موجود، وايضا التواصل الان بينه وبينه موجود، وبينه وبين الاخ الاستاذ سعود سوالم موجود، يعني ما في اي ابتعاد. طيب معلش انا برجع لموضوع الديون او على تدخل طلبته بتدخل الهيئه، يقال ان هذا اتفاق بينكم وبين الهيئه بحيث انكم تنبشون الامر حتى يعني يكون ملف الاداره السابقه واضح امام جماهير النصر. شوف اول شيء الهيئه قبل ما نطلب احنا تدخلها، الهيئه قريبه كانت وحريصه، يعني انا من اول يوم كلفت وبعدها لما التقيت مع المستشار كان واضح معي صريح في تحديد ديون الأندية والعمل على حصرها. صحيح. وفعلا هذا ما تم وتم حصره وتم تزويدهم فيها، لكن عملية الديون الخارجية لأنها تسيء للأندية السعودية ولسمعة الكرة السعودية، والآن الرياضة السعودية وخليني أقول أشمل من كذا المملكة بثوبها الجديد والرياضة السعودية تحديدا يعني لها أهداف كبيرة وتطلعات أكبر، السمعة الرياضة السعودية مهمة، فسواء الأندية أيا كانت قضاياها الخارجية هي على رأس اهتمامات الهيئة. فعشان كذا نبدأ تم الآن تشكيل لجنة لحصرها بشكل واضح، وإن كانت هي معروفة لنا ولكن حصرها زيادة حرص لتفادي أي خطأ أو لا قدر الله عقوبة قد تواجه النادي، وأتوقع أنه هالشيء هذا موجود يمكن في بقية الأندية. بالمناسبة حتى من الناحية الجماهيرية والإعلامية، اليوم أبو فهد في فترة 3 شهور هو رئيس نادي جماهيري كبير مثل النصر، المشجع البسيط ربما يعتقد بأنه حل المشاكل والأمور هو سهل، يعني اليوم أنت تطالب بحل المديونيات والمشجع يقول لك أنا ما أبغى غير بطولة، لا تناقشني بشيء، عطني بطولة أرضى عنك. شوف أخوي طارق، يعني موضوع النصر بشكل خاص، يعني
اولا تلقى جمهور النصر خبر تكليف الاستاذ سلمان المالك بفرح كبير، يعني وكأن نادي النصر يريد التغيير والتجديد حتى على مستوى الإدارة، على مستوى الصورة النصروية بشكل كامل. أكيد الفترة بسيطة، لكن زي ما تفضل أبو فهد قبل شوي يتكلم على أنه بدأ خطوته في النصر من خلال رؤية معالي المستشار والهيئة الرياضية بشكل عام. ماذا تريد الهيئة الرياضية على مستوى الأندية، سواء كان النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي وبقية الأندية؟ اتضح لنا فيما بعد انه ومن خلال تصريح معالي المستشار انه الرياضة السعودية مقبلة على مشروع كبير، مشروع ضخم، مشروع مهم، وبالتالي فكل الخطوات اللي كانت اللي تمت لهذه الأندية ومن ضمنها النصر في فترة التكليف الأولى، وكانت من ضمن مشروع عام وبشكل عام. أنا أعتقد فترة سلمان المالك بالنسبة لي لو جيت أقيمها هي فترتين. الأولى هي نصب على العمل الإداري الإداري المالي، والفترة الثانية يعني في فترة وجيزة رغم أنه الفريق فقد حتى فرصه في تحقيق بطولة وخرج من كأس الملك بسهولة، يعني يراها المشجع النصراوي بسهولة، لكن في فترة بعد هذا الحدث استطاع أنه يجمع أطراف الفريق، يعود إلى جادة الانتصارات ويحصل على البطاقة الأسيوية. فعلا هذه كانت حقيقة مرحلة صعبة جدا، يعني هذه أنه يعني صعبة علي أنا حتى، يعني ما أخفي عليك أنه أثار الخروج من مسابقة مولاي خادم الحرمين الشريفين أثر كثير، لأنها كانت هي البطولة الوحيدة اللي كانت موجودة، وحقيقة يعني صار كان في حماس كبير أنه نقاتل لآخر رمق فيها، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فكانت محبطة كإدارة، زملاء أعضاء مجلس الإدارة، على الفريق، على اللاعبين، على الجماهير طبعا. فكيف أني أخرج أنا نفسي وأخرج المجموعة اللي معاي، وكيف أن اللاعبين أيضا نعيد تهيئهم بحيث انهم يرجعوا يلعبوا بروح وحماس بعد ما يعني وصلناهم الى اعلى نقطة حماس في هذه البطولة، وانهم يلعبوا يستكملوا الخمس مباريات الباقية في الموسم ويحاول يعني انقاذ ما يمكن انقاذه في الموسم بالمركز الثالث. كان صراحة يعني شغل صعب، تعبنا كثير في عملية اعادة تأهيل اللاعب وتحفيزهم، وان نبين لهم كما لو كانوا بداية موسم جديد. بس ممكن اقاطعك في الجزئيات، سامحني، في كثير كمان من الاصوات اللي كانت تقول بانه سلمان المالك استسهل هالبطوله، وكانت تصريحات شويه يعني ماخذه طابع الثقه الزايده. هو يعني خليني اقول لك، يعني الواحد ما انا حقيقه لم استسهلها، بالعكس انا قلت تركيزنا عليها ونسعى. يمكن كنت متحمس كثير يعني في تصريحاتي، وحقيقه الواحد ما يعني يستفيد ويتعلم كل يوم ومن كل موقف. يعني لو رجع في الوقت يمكن لم أظهر حماس الشديد يعني، لكن فعلا أنا تحمست من حماس الجمهور، ولأن كان عندي إيمان وقناعة أنه فريقنا قادر أنه كان يكمل. لم أعد في البطولة، ولكني وعدت أن ننافس، وكان حماسي طاغي وظاهر في التصاريح. هذا أنا فعلا يعني أعتقد أنه كان المفروض أني كنت لم أبالغ في الحماس هذا، على الأقل على أساس ما يأثر على الجمهور بشكل معين وحتى على اللاعبين. ولكن هي خطأ والناس تتعلم من أخطائها، ولكن كان الحمد لله أن على الأقل تجاوزنا هالمرحلة وهالإحباط اللي أنا أثر فيني يعني بشكل كبير جدا، يعني أن نتجاوزها ونعود ونكسب 4 مباريات من أصل 5 ونتعادل في واحدة، يعني جمعنا رصيد جيد من النقاط خلانا نكون يعني بفارق مريح في المركز الثالث. لو عاد فيك الزمن تصرح مرة ثانية التصريح هذا أو تكون بهذا الحماس؟ لا طبعاً خصوصاً في 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 المرحلة اللي كنت فيها، وبشكل عام حتى لو كان عندك أقوى فريق وأكثر جاهزية في مسابقات عموماً الكأس، أنت لا تستطيع أنك تخمن أو حتى تجزم، والشواهد كثيرة. صحيح. في الأندية العالمية كلها، في البطولات عامة، حتى في الدوري أنت دائما توعد بالعمل والاجتهاد.
انا لم ارجع ما وعدت بالبطوله، لكن كنت انا متفاعل متحمس مع حماس الناس صحيح. والجمهور ف يعني بكل تاكيد الخبره هنا لعب الدور الخبره اظن او نقص الخبره طبعا ما فيها شك، لانه شوف كان في هجوم عنيف عليك عشان شوف تصريح واحد ترى التصريح كان بتقول انه نجيب الكاس بس يعني ابو عبد الله عنده ورقتين اي 4 ظاهر. انا والله شوف انا والله جد عندي نقاط كثيره بس ترى هو دور صالح دور بدقيقه دور خالد قاضي تسمح له؟ والله لا ما مسامح له. لا معاك انت كمذيع لا صالح وصالح معلش يا ابو علان معلش عندي والله كثير من النقاط، لكن ببدا من اول ما كان اول ما تكلف ابو فهد بالمهم هذه صرح تصريح اذكر انا انه قال اوعد موظفين نادي وايش العاملين بتسديد جميع حقوقهم. بعد كذا انا ما ادري ايش اللي صار كم صرف للعاملين، ولكن اللي عرفته هنا انه تم إقالة العديد من هالمعاملين في تناقض في عهد رئاسته في نعم في فترة اللي كان فيها ابو فهد في فترة نعم اللي يتكلم عنها يقول في غربلة او فيها اشياء تعديلية وخصوصا السكرتارية والمحاسبية في كثير من الموظفين طاروا ولا لا ابو فهد؟ الا بس انا اقول لك حاجة يعني شوف كان في ناس كثير لهم عقود من الزمن 20-30 سنة ويمكن بعضهم اكثر، فشيء طبيعي اني لابد اني اشكرهم اول شيء اقول لهم شكرا ونتيح الفرصه لغيرهم. يعني انا دائما مع التجديد، يعني لا يمكن واحد يعمر في وظيفه معينه بهذا العدد، فانت عشان تغير فلسفه اداريه لازم تغير اشخاص. لو اجي انا وعندي فلسفه والاشخاص هم راح لن نستطيع تطبيق حقوقهم. ابو فهد حقوقهم لا احنا اللي مشوا كلهم اخذوا حقوقهم كامله تصفيه كامله حقوق يعني خصوصا الواضحه منها. يعني عندنا يمكن شخص او شخصين كان في له مديونيه سابقه لانه بعضهم راح ورجع وراح ورجع يعني قصه، فبعض المديونيات هذه لازم ارجع لاصلها. انا ما اقدر اسهل شيء اني اصرف، لا يمكن اصرف شيء لو انا متاكد منه، لكن اللي عطل الموضوع لكنه تقريبا اقدر اقول 90% منهم اخذوا حقوقهم كامله. طيب على فكره جرت العاده بانه بعد اي استحقاق او بعد اي مباراه الجمهور لما يكون غاضب وزعلان تعرف هو يعني ينفس عن 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 على قولتهم المشكله اللي حصلت له برمي القوارير. في لقطه مره طلعت لكم انت دخلت ورجعت مره ثانيه مع لعيبتك لما الجمهور كان يرمي القوارير، ليش طلعت مره ثانيه؟ لا انا ما طلعت، انا اذا في مباراه الباطن اعتقد صح؟ مباراه الباطن انا نزلت طبعا الملعب لقيت مادو كان مقدم مباراه جميله، كل الفريق الحقيقه قدم مباراه كويسه ولم يوفق، ولكن مادو كان يعني والده اصلا كان بالمستشفى ورغم كذا كان متحمس وتاثر حقيقه كان يبكي في الملعب بعد الخساره. فكنت مع اللاعب واحاول قد ما اقدر اني يعني احاول اشيل نفسي واشيله من كله متاثرين، يعني احاول اوقف مع اللاعب واخفف من معاناته. طبعا لما قربنا من اللعيبه وشفتهم يعني متجمعين للجمهور كان ثاير وبداوا يدخلون، طبعا ما عندي الا حلين، يعني ارجع اترك لعيبتي واقول يعني صبوا جام غضبكم على اللعيبه، ولا اني اكون مع لعيبتي انا جزء منهم. صحيح صحيح. فلا يمكن اترك اللاعبين في موقف زي هذا وابتعد انا، يعني بالعكس انا دخلنا والجماهير احنا اللي صارت اللي قامت مثل هذا العمل سواء على باص النادي هم لا يمثلون الحقيقه، هم يعني كل الجماهير وان كان غضبهم على العين والراس. صحيح. لكنه كان لا يمكن اني اترك لاعبين يدخلون بمفردهم، لابد اني اكون معهم واوقف معهم على الاقل حتى الجماهير تهدى شوية. ممتاز. طيب خلينا نروح إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه الخيمة في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، بنفتح محاور كثيرة مع أبو فهد، مستقبل الفريق وإيش اللي حيحصل والتعاقدات والتناغم مع سعود السويلم رئيس مجلس إدارة النادي، أكيد في تفاصيل كثيرة راح نتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. ابقوا معنا. حياكم الله من جديد في الجزء الثاني من الخيمة، متواصلين معاكم مع الأستاذ سلمان بن فهد المالك نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر اللي مشرفنا ومنورنا اليوم. هل من الصعب يا أبو لمى أنه احنا نحكم على تجربة أي إنسان بنجاح أو فشل في مدة قصيرة؟ أبدا، خصوصا في العمل في الأندية. والله بالعكس، شوف أنا
ماني نصراوي ولا شيء، ويوم وبعدين بالذات مع الاتحاد النصر شويه صار صعب علينا الفتره الاخيره، وكل مباراه طبعا اكيد اتمنى خساره النصر مع الاتحاد، ما اتكلم تجربته صعبه جدا يا اخي هو، ونفس الشيء بالنسبه للاتحاد الانديه هذه اللي كان يعني الحقيقه واقعها جدا جدا مزعج في مساله تراكم الديون، و فانا كنت اشفقت عليك. والمشكله دور رئيس النادي هنا زي الاستاذ سلمان مالك ترى دورين، هو دور اول شيء يحل مشكله ادارات سابقه وكم هائل من الديون والمشاكل الفنيه، وفي نفس الوقت الجانب الفني اللي هو اللاعبين، فهنا بيقوم كانه رئيس لناديين. انا اللي بس النقطه اللي بقول عليها انا يعني الحقيقه اشوف ما ادري هل الانديه تحتاج الى واحد شويه عنيف وقتالي، يعني حسيت انه الاستاذ سلمان المالك يعني رجل الحقيقه يعني رقيق طيب، هل فعلا يعني واجه صعوبه في مساله التعامل مع اللاعبين، البيئه اللي تحتاج شويه فيها كثير من الصرامه؟ انا يعني انا ما انصحك تشوفه معصب، ها ما انصحك تشوفه معصب، انا ما اعرف، انا قد شفته كذا مره وهو معصب والله، هذا شيء اخر. وبعدين انا ايضا نقطه صراحه تستحق الاشاده، رجل كان الان رئيس وعلى طول فجاه بين يوم وليله اصبح نائب رئيس، هنا معناته الرجل ما يفكر في نفسه، ما يفكر في نفسه، فكر في مصلحه النادي، وهذا شيء جيد، اين كان الموقع؟ المهم انه هو يدعم. وبالعكس انا اشوف انه وجوده من خلال الشهور والتجربه الجميله او الصعبه خلال الفتره الماضيه اكيد حتكون داعم قوي بالنسبه لسعود السويري وللاداره القادمه. اشكرك ابو عنان على يعني اثاره الموضوعين. بولما 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 عفوا بولما. بالنسبه طبعا شكلك شايل هم ابو عنان. اي والله هذا متوعد تحت الهواء بسؤال. فانا اقول طبعا الشخصيه ما تطلع يعني لا يمكن الواحد يزعل لمجرد الزعل او ينفعل او يكون قاسي زياده عن اللزوم. صحيح. انا اعتقد متى ما كان فيه لوائح واضحه وانظمه واضحه تحفظ حق الغير وتعطيك وايضا تحفظ حقك، تطبقها بعدل ومساواه بين اللاعبين وبين العاملين في النادي، انت تكون في 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 جانب مريح، تبعد كثير عن اللغط والنقاشات والاخذ والعطاء. اللاعبين بالعكس انا من اول ما اجتمعت معهم انا اشكرهم على الفتره اللي يعني عملنا فيها في خلال منتصف الموسم هذا، يعني ياخذ وقت عشان يفهموا فلسفه اداره جديده وفلسفة إدارة سابقة، صار في بيني وبينهم نقاشات كثيرة ومنعطفات كثيرة، ولكن الحمد لله في المراحل الأخيرة تجاوزنا كثير من الصعاب وأصبحوا فاهمين تماما وش فلسفة هذا الرجل وفلسفة الإدارة الجديدة سواء في إدارتي أو حتى الآن إدارة مع الأخ سعود. إحنا عندنا النظام والانتظام هو يعني هو الأساس، ولن نجامل ولن نفرق بين لاعب أو آخر، وعندنا حد معين من لوائح وعقوبات لا يمكن نعاقب بأكثر مما هو موجود، ولن نجامل أي أحد. هذا لا يعني أن حتى نجوم سوبر ستار، أي بالعكس، السوبر ستار هذا لازم يكون قدوة، إذا ما يكون قدوة أنا جلست معهم شخص لاعب أوكي. لاعب تكلمت معهم، اللي ما راح يكون قدوة بالعكس هو أكثر واحد ممكن يعني يعاقب لو ما كان ملتزم، لأنه الناس تقيس عليه. فبالتالي لا سوبر ستار ولا غيره، عندنا اللاعب لاعب والنظام نظام، له حق وحنحترم حقوقه، حنقف مع اللاعب وحنساعده نتفهم ظروفه، لكن في الأخير لن نجامل ولا نساوي في حق النادي. بالنسبة لعملية أنه رئيس ونائب رئيس، طبعا أكثر من شخص سألني هذا السؤال، وفي ناس قالوا كيف قبلت، وفي ناس قالوا يعني أنا في الأساس لا أنظر أبدا للمناصب، كان دعمي لنادي النصر يعني بشكل كبير، وانا ماني تحت مظله اي منصب، ولما جاء هذا التكليف والتشريف اللي اسميه يعني في الاخير خدمه وطن ما ترددت وقابلت، لاني عارف انها يعني مهمه صعبه يعني جدا، وضع يعني خلينا نقول لك مثل اللي يعني في الانعاش يمكن نسبه حياتك قليله، يعني كان صعب جدا، لكني لم افكر دقيقه في اني انا ارفض طلب رجل باقامه تركي على الشيخ، ولا يمكن ايضا اني اخذ الجمهور النادي. فبالتالي لما انتهت مرحله التكليف وجاء الاخ سعود، ايضا الاخ سعود مشكورا طلبه كان يعني واضح واصر عليه حقيقه بان يكون موجود، ايضا معالي المستشار
محبتي للنادي ومحبتي للاشخاص اللي اعمل معهم، اللي من ضمنهم الاخ سعود الحقيقه، اللي انا يعني كان لي الاحترام وتقديره وشخصيته وحماسه كبير لخدمه النادي، كان له اثر كبير اني انا كمان اكون موجود. صعب انك انت تعمل مع شخص ما ترتاح له، لا رجل كان في غايه الاحترام، في غايه الحماس، شجعني كثير وحمسني اكثر انه ان شاء الله يعني عملنا سوا راح ينعكس ايجابا بشكل كبير على النادي، وهذا اللي قاعد يصير الان. طيب بالمناسبه بس بعطي الفرصه للزميل خالد قاضي، لما جيت رئاسه النادي وجلست مع اللاعبين، انت جلست مع الكل، لكن لما جلست مع اللاعبين تحديدا، هل سمعت من اللاعبين مطالب غير المطالب الماليه؟ يعني هل اللاعبين لما جلسوا معك قالوا لنا احنا غير الامور الماليه عندنا كمان مشاكل كذا وكذا وكذا اداريه؟ والله شوف انا ما احب اتطرق ولا احب افصل، يعني ادارات النصر كلها يعني كلها الاحترام والتقدير. الامير فيصل بما انه كان الرئيس اللي قبل ما انا اجي، انا اشكره على ما قدم، على عمل، عنده نجاحات وعنده اخفاقات، عنده اشياء صح واشياء خطا، ما في احد كامل. بكل تاكيد انه كان في اخطاء واضحه، وساعتها انا قاعد اسعى والان نسعى كاداره جديده ايضا لتعديلها. ما في احد يخطئ بالعمد، ولكن احيانا واحد يخطئ من باب من يعني الاجتهاد الخاطئ خلينا نسميه. فبالتالي انا ما راح ادخل في تفاصيل دقيقه بنقاشات دارت بيني وبين اللاعبين، هذه تبقى بيني وبينهم، لكن صحيح. عندهم مطالبات ماديه وعندهم مطالبات اخرى. الان اللاعبين هم يعرفوا انه فيه طريقه وفلسفه جديده في العمل تختلف تماما عن السابق. يمكن بعض الناس ينظرها خطأ، بس في الأخير هي فلسفة تماما تختلف، فيها احترافية عالية جدا، فيها لوائح، فيها أنظمة، فيها عقود. العلاقة الشخصية برا النادي وحتى برا النادي برضه فيها حدود. في حدود، نعم صحيح. يعني هذا الشكل العام. نعم تفضل معنا. نعم حقيقة يعني الاجتماع الأخير الموسع مع رؤساء الأندية مع معالي المستشار التركي فعل ونشط ميثاق الشرف بموافقة جميع رؤساء الأندية. أنا أرشو ميثاق الشرف يعني في الحد الأدنى منه أنه عدم الخوض أنك تفاوض لاعب من نادي آخر يكون ما دخل الستة أشهر الحرة، أو على الأقل ما رفع اللاعبين الأجانب في مفاوضة أو نادين ثلاثة، وفي النهاية اللاعب الأجنبي هو المستفيد. أبو فهد احنا من أسبوع أو الأسبوع الماضي أعتقد شفنا تغريدة يعني كانت أثارت جدل كبير. هو طبعا الفيفا والاتحادات، الفيفا ما تلزمك بميثاق الشرف، ولكن الأستاذ سعود السويلم رئيس النصر المكلف غرد تغريدة يعني أثارت جدل، قال إحنا منسحبين من ميثاق الشرف. وأعتقد أنه يعني هل هذا كان مؤشر أنه النصر يعني دخل في يبرر، وكان النصر يبرر، وهذا اعتقاد مني يعني ولا اجزم، انه هل النصر كان يجد نفسه مبرر انه يفاوض لاعبين من انديه اخرى دخل ما كملوا دخلت ستة اشهر؟ وايضا النصر اعتقد قبل كده حصل جدال في تويتر بين جماهير نصراويه واهلاويه ما كان على الشكل الرسمي في موضوع اللاعب بن عمر التونسي، حصلت مزايدات وكده. فما ادري هل يعني انت من المؤيدين لانسحاب النصر؟ طيب من الامر نفاوض ابو فهد، ابو فهد اي هل انت من المؤيدين؟ طبعا التغريده محسوبه على رئيس النادي، وحتى بعد اتحاد الكره طلع بيان قال احنا نطالب رؤساء الانديه بانه الالتزام. انا لانه ميثاق الشرف هو حاجه محليه طالما تم الايثاق فيها. هذا النصر الجانب الاخر، هذا جزء ثاني، ايش العلاقه الحميمه بين النصر والشباب في عمليه الانتقالات السلسة بدون بعيد عن الأضواء، زي موضوع وليد عبد الله، بعدين جاء موضوع خوان المدرب، بعدها جاء موضوع كارينيو. وأنا حتى كنت أقول إنه يعني في هذا الخيمة قلت إنه انتقال كارينيو فجأة من الشباب إلى الهلال إلى النصر يبدو إنه كان في إغراءات قدمت النصر، يعني عشان يكون السؤال واضح. طب خلنا ناخذها واحدة واحدة. كل هذا هو بيقول لك جلستوا مع سومة ولا لا؟ طيب انا ما جبت السومة. لا انا السومة محسوب. لا السومة ترى بالمناسبة هذه معلومة انا اثق فيها ومن مصدري، الشرط الجزائي للسومة يتجاوز $10 مليون. هذا السومة موضوع ثاني نرجع له بعدين. انا بس اول شيء خلني امسك ميثاق الشرف. لا انا خليني في ميثاق الشرف الان. اي انا اقول لك ميثاق الشرف، انا اعتقد انه معالي المستشار وضع ميثاق الشرف في وقت معين لترتيب خلينا اقول لك الاوراق وطريقه التعامل بين الانديه.
كان في ذيك المرحلة كان في مشاكل العويس والشباب وعوض خميس والنصر وكان والهلال كان في يعني في أشياء كانت تتطلب أنه يكون فيه وقفة قوية وتهدئة الأمور من خلال هذا الميثاق صح وحد كثير من التداخل أيضا في مصلحة منتخب وكأس عالم ولاعبين حيتأثروا كثيرا في هذه المزايدات أو في هذه المفاوضات وبالتالي تؤثر على المنتخب حتى وإن كان 1 أو 2% فرصة أو مجال للتأثر فكان في تصوري كذا هذه قراءتي أنه يرغب مع المستشار أيضا والاتحاد السعودي بأنهم يبعدوا الأندية عن هذا المجال ويقطعوا عليهم مجالهم غير التركيز في أنديتهم صح أنا في رأيي أول شيء طبعا أنه ميثاق الشرف أنا طبعا لا يمكن أفاوض نادي بدون علم ناديه طالما أنه هو عقد ساري ليس في عقد ساري ولا في 6 شهور من بعد 6 شهور يحق لي مفاوضته فما بالك إذا انتهى عقده أساسا كمان أصبح اللاعب لا ينتمي لهذا النادي ففي حقيقة يعني لاعبين كانوا تحت مجهر النصر دخلوا 6 شهور وكانوا على وشك يعني انهم ان تنتهي عقودهم اصلا عبد الله عطيف يعني واحد منهم الكابتن عبد الله عطيف وهذا ما هم في الخفا يعني قالوا الاخسامي الجابر وصار في نقاش وتكلمنا يعني دارت في حديث كان يعني من ضمن اللاعبين كنا قريبين جدا يعني واللاعب كان ايضا له الرغبه عبد الله عطيف عفوا عبد الله عطيف دخل 6 اشهر دخل وبقالوا كم بقالوا شهر يمكن أيوه. او شهرين شهر 10 ايام تقريبا ولكن في 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 مصلحه انديه وفي مصلحه خليني اقول لك المنتخبات يمكن ايضا معالي المستشار راى من خلال انه تجديد سواء في الانديه كلها مش في الهلال والاهلي والنصر وكل اللعيبه انه ابعاد لعيبه المنتخب عن هذا الجدل لمصلحه المنتخب وبالاخير يعني اللاعبين الممتازين مرغوبين سواء من نادي النصر او غيرهم يعني احنا بيطلع لاعب نجم ممتاز ينتهي عقده مع نادي كل لعيبه المنتخب هم الانديه كلها تحب تستقطبهم اذا كانوا متاحين فكان عندنا كذا لاعب كان متاح لنا ولم يعني بسبب وجود هذه الترتيبات وهذا الميثاق انه لم نستفد منهم رغم انهم كانوا متاحين ومن يعني بدون ما اذكر اسماء في كذا لاعب كان متاح وكنا قريبين منهم أيه. وكانوا حيخدموا النادي بالطرق النظاميه اللي تكفلها الفيفا فبالتالي راى الاخ سعود انا حقيقه كنت مسافر كنت خارج المملكه وشفت التغريده وشفت وصار بيني وبين الاخ سعود نقاش صار عمرك انت يعني انت بتفاوضوا لاعبين ما دخلوا 6 اشهر لا ما في لاعب يبرر للنصر ما في لاعب الله يسلمك احنا تكلم عمر السوم ما دخل عمر السوم خليني اكمل الله يسلمك احنا اقول لك انه بجيك على عمر السوم الحين انا اتكلمك على لعيبه دخلوا 6 شهور وانتهوا تقريبا ما قالهم اسابيع وتنتهي علاقتهم في النادي تماما ايوه فاذا ما فاوضتهم انا بفاوضهم غيري اصلا فاعتقد حساسيه وجود المنتخب كانت سبب في هذا الموضوع فاحنا يعني نادي النصر راى انه خلاص بعد ما انتهت كل اللاعبين وقعت عقودهم وجددوا اصبح وجود ميثاق الشرف يعني غير منطقي فهذا تفسيري لتغريده الاستاذ سعود واكد عليها ايضا مع المستشار من هذه رغبه الانديه واعتقد المهمه من ميثاق الشرف اديت بنجاح وانتهى انتهى انتهى وقته والسبب اللي وجد من اجله واللي هو اساسا هو المنتخب واعتقد انها كانت فتره تجربه ولكنها في العرف دائما اللاعب متاح لكل الانديه بعد ما يدخل الست شهور صحيح بس ابو فهد معليش برجع معليش بس في نفس النقطه استاذي بس عشان ما انسى معليش انتم بس عشان ما ينسى عشان ما انا بس عشان ما انسى ابن عمر وابن عمر كانت في ظل وقت ميثاق الشرف أول من فاوض اللاعب هو نادي النصر. نصر؟ النصر وأرس بالمخاطبات وطلع رئيس النادي والله ما أدري نسيت النادي نادي التونسي ها؟ وفاق الصيف؟ لا النجم الساحلي رئيس النادي الله يذكرني باسمه رجل فاضل تكلمت أنا وياه كثير أول من تواصل معاه إحنا وأرسل له عرض رسمي إحنا الفرق فيه كان إعارة وشراء إحنا قدمنا شراء وهو قال إعارة بس بعدين جاء الأهلي قدم إعارة
فاحنا اول من بدا وراسل الاشرار. احنا غيرنا الاهلي ما فاول بن عمر يا استاذ، الاهلي اللي جابت بن عمر. انا بس بتسمح لي اللي جاب كمل ما خلص برجع لك. اسف اللي جاب منصور مشعل. اي اي انا فانا ارجع اقول لك انه فاحنا قدمنا عرض شراء، بعدين الاهلي قدم اعاره بعدنا، احنا رحنا عدلنا من شراء الى اعاره، فاصبح عندنا عرضين، عرض شراء وعرض اعاره، الاهلي بالنص بينهم جاي مرسل. فاحنا اول من فاوض قالوا لنا الشراء لا، رحنا غيرنا الى اعاره، فبالتالي وفرق بينهم يوم او يومين يعني. فاحنا اول من تكلم معهم، ولكن كان صار في بيني وبين اداره الاهلي تواصل ونقاش. بعدها حقيقه تواصل معي مع المستشار وطلب مني صريحه، قال لي يعني ما يعني خلي الجزء الثاني من سؤالي برضو، ها العلاقه الحميمه اللي بين النصر خليك من جواب يعني اول شيء بالمناسبه يعني الرئيس رضا نجم الدين صح؟ اي نعم. وانا يعني اشكره حتى على تعامله الجيد في الفتره السابقه. بالنسبه للشباب، الشباب يعني مثله مثل كل انديه المملكه، كلها نحبها وكلها نحترمها، يجمعنا تنافس في الملعب، لكن حب يعني بعض الاصدقاء احيانا من الانديه المنافسه هم اقرب لنا من المنتمين للنادي نفسه. فبالتالي الشباب كاداره كرجال كجمهور نحترمه. انا في فتره تكليفي لما لا المدرب اللي معنا الان ممج منتخب المواليد اي الان مدربنا كان وقتها في يعني اول ما توليت التكليف كان من ضمن الاسماء المطروحه اني لما نغير جوستافو. فانا حبيت اني اكمل مع جوستافو اربع مباريات ثانيه نشوف، وجدت انه اصبح صعب ما عاد في مجال يعني، فصار في التغيير. والتغيير عندك حل من اثنين، يا تجيب لك واحد مدرب وطني يعني تثق فيه ومتفرغ، او انك تجيب لك واحد عارف اللعيبه وعارف، فكان هو وعارف المنطقه وعارف الانديه ومتاقلم فكان هو احد الخيارات. فرحت بما انه هذا المدرب اتت فيها الهيئه وعقده ملك للهيئه، طلبت من معالي المستشار هذا المدرب، وقال لي خلاص بس حنا امس اعطيناه للفئات السنيه للشباب، بلغ الاخوان في نادي الشباب انكم تحتاجونه وخلوه يجي عندكم. بالعكس هو كان حريص ان المدرب بما انه درب منتخب الاول يجي يدرب فريق اول صح. فكلمت الاخوان في اداره نادي الشباب وشرحت لهم الوضع من الالف الى الياء، وتعاونوا وما قصروا، قالوا بالعكس واحنا حاضرين، خصوصا انه فئات سنيه وفي فريق اول، فكان فيه موضوع اهميه اكثر للفريق الاول. وانتهت يعني في الاخير هو احنا ما اخذناه من الشباب، هو تبع الهيئه، طلبناه من الهيئه والهيئه اعطتنا اياه. كارينو نفسه كارينو يا حبيبي كارينو اليوم انتهى عقده. أقيل انت اقيل قالوا أقيل. فكر أقيل. ما قالوا انتهى عقده. لا أقيل كارينو اقاله يعني لم نجلس أقيل. يعني انا ازيدك من الشعر بيت. انا كلمت الاستاذ احمد العقيل لانه كارينو في له قضيه هو مساعدينه قضايا معنا من فترته السابقه 2014 واحنا بادين في حلها. فقلت لاحمد العقيل ابغى ارسل محامي النادي، هالكلام قبل لا يقال باسبوع او 10 ايام، على اساس ما يفسر الكلام انه احنا تواصلنا مع كارينو لحل القضايا بان نفاوضه. فكلمت رئيس النادي قلت له يا ابو عبد العزيز عندنا قضايا مع كارينو ومساعديه، ابغى محامي النادي يجلس مع كارينو، بس لو سمحت ودي يجلسون عندك بالمكتب وانت موجود، لا يفسر الموضوع او يؤول بغير كذا، ولو تبيني اجيك جيتك وجلست، ابو نجلس بمكتبي جلسنا، المهم يكون بوجودك، انا عارف انك انت ثق وصديق وعزيز، ولكن لا يؤول الكلام. بعدها بفتره اقيل، فلما اقيل اصبح متاح لي ولغيري. لا يعني هل انتظر انا اني اروح يوقع مع نادي اخر علشان اقول اني انا ما وقعت معه؟ لا، كارينو مطلب وكان من ضمن القائمه وكان متاح حاليا، يعني انه ما ندور على مدربين، فبالتالي على طول لم نتردد. بعدها بكم يوم اجتمعنا معه وفاوضنا والتقيت معه انا في دبي وانهينا الامور يعني. بعدين تم التوقيع بمنزل القضايا السابقه طبعا معلش يشعرون بالميثاق ان هالميثاق هم منزاح عن الانديه. معلش انتم عندكم ديون، الهيئه مكلفه اكثر من رئيس نادي، قاعدة تدعم النادي وتحل قضاياك الخارجية والمحلية، كيف تقول والله أنا بروح أشتري عقد لاعب وأنت ما عندك شيء؟ أنت ما حليت قضاياك. أنت بشاري عقد اللاعب، انتهى عقده، فبالعكس هو أرخص عليك من أنك تشتريه. الحين هو في قمة يعني أفضل وقت أنك تشتريه وأرخص لما ينتهي اللاعب عقده.
لما يدخل الست شهور انا ما راح ادفع له رواتبه، لكن لما اشتريه من ناديه هنا اللي بقت فيها الضربه، هنا في الفلوس. فما في بالعكس ارخص شيء للانديه انه يشتري لاعب يدخل في الفتره الحره، انه يدخل في لاعب حر. نعم اي تفضل. انا النصر في قضيه عوض خميس صعد الموضوع الى اعلى الجهات، بينما النصر الان قاعد يفاوض لعيبه انديه اخرى على اساس انه منسحب من الميثاق. مين هم؟ وهذا فيه تناقض. سمي الاشياء باساميها. اعطيني كارينيو. لا انت تقول لاعبين. كارينيو انت خلاص خليك اللعيبه اجيك. كارينيو مخالص. مخالص ياسر المسيدين. لا كارينيو مخالص من الشباب. مخالص. لا ما قالوا مخالص. لا كارينيو انا متابع يومي. الغي عقده. قالوا فك الارتباط. لا يا عم مقال باقي نصراوي. باقي ثلاث مباريات. انت اليوم نصراوي ولا شبابي؟ انا لا انا مع بين اثنين. لا لا ابي الحق ينقاشف. لا الحق ينقاشف. انا اقول انا لا يا اخي انت مو بغيت الحق. اقاله. اسمع المدرب. المدرب اقيل وطلع خبر اقالته بحساب النادي وتاكدنا بانه اقيل وكان جالس بالرياض عشان موضوع المخالصه بينه وبين النادي. اقيل يعني اداره الشباب امام جماهيرها تبغى تظهر بشكل جيد. طيب يعني لما يعني لما نادي يقول طيب انا اقل بعد باسبوع. الله يحفظك. بعد باسبوع وقع مع النصر. لا مو بعد باسبوع، وقع مع النصر توقيع مبدئي بعدها بشهر يمكن ثلاث اسابيع. هذه هي ثلاث اسابيع. طيب انا اثق في ثلاث اسابيع. اثق في شخصك بالضبط. بثلاث اسابيع وقفنا توقيع مبدئي. بعد ما حتى هو قال انا عندي مخالص خلاص سويت مخالصه مع الشباب. بالعكس وجودك اليوم يا استاذ يعني انا بس حضرتك سؤال انت مش تقول اثق في رايي. لا تراضى تفوز يقول شيء. انا بقول لك على بيان للشباب الاستاذ سلمان. ارجع له بقول انا على اساس موضوع السوق. الشباب طلع بيانين. اول شيء قالوا فك الارتباط، بعدها بكم يوم قالوا المدرب استقال، ومره قالوا اقيل. طيب اي لا اللي احب اطمنك انه بعد ما انتهت علاقته مع الشباب هو يلف ويقول يبغى يسمع السومه. لا يمكن يبغى يسمع السومه هو. شوف لا يمكن نتجاوز على حق اي نادي، ولكن ارجع اقول موضوع السومه يعني منك يعني السومه احنا وصلت لنا يعني معلومات زينا زي بقيه الانديه انه الرجل غير راغب انه يستكمل عقده او يستكمل بقيه عقده. فمن هنا بدا النقاش، احنا لم نلتقي باللاعب مثل ما انت ذكرت او توقعت. يعني انا اقول لك انه احنا توارد الى ذهننا قبل ما يطلع مع معالي المستشار بالتغريده مع مجموعه لاعبين قبلها انه ما له رغبه، وبعدين بعد سالفه خروجه من في مباراه الهلال اعتقد تواردت اخبار انه بيطلع من الاهلي بيروح. بعدها بكذا يوم معالي المستشار وقع معاه او قال له توقع مع الاهلي وطلعت التغريده. بعدها رجع أثير الكلام بأنه ما له رغبة يستمر. طيب يعني ما له رغبة يستمر، يعني هل إحنا مفروض أن نقف متفرجين ما نبدي حتى رغبتنا؟ إحنا لنا رغبة طيب باللاعب، بالعكس بمصلحة الدوري السعودي يبقى ولا يروح للدوري آخر أيا كان الدوري. وحاجة وحاجة بالأكيد إحنا نحتاج رأس حربة. فإحنا بالعكس كان عندنا الرغبة، لكن إحنا لو حنخطي خطوة واحدة مع السومة بالنظام بالقانون هو باقي في عقده سنة مع الأهلي، بالقانون مجبرين نروح نخاطب إدارة الأهلي لشراء بقية عقده أو التنازل عن عقده أو تعويضهم بلاعب آخر. يعني ما راح نجي اللاعبين الأجانب في شرط جزائي يقدر هو يكسر الشرط الجزائي. طيب اسمح لي يعني مو زي اللاعب المحلي. دقيقة احنا لم نتعمق مع يعني طبعا إذا هذا ممارسة طبيعية لو عنده شرط جزائي وأنا أبغاه ويدفع الشرط الجزائي واخذه ما فيها شيء، هذه ممارسه طبيعيه. لكني انا اللي غير طبيعي اني اروح افاوضه مباشره واتفق معه وانا ما بديت مع ناديه، هذا شيء لا يمكن يكون. فاحنا لما عرفنا ابدينا الرغبه وصار حتى في اخطار يعني لاشخاص قريبين من الاداره ومن الهيئه بانه اللاعب هذا هدف لنا يعني اذا كان متاح. بعدين صارت التغيرات ووقع اللاعب مع نادي، لكن احنا ما يمكن بالاخير هذا حق للاهلي في مده لا نستطيع استقطاب اللاعب بدون موافقه نادي الاهلي. فلو كانت الاهلي هي واللاعب اتفقوا انهم لن يستكملوا ولو اصر اللاعب على موقفه، الاهلي امام امرين، اما يخسر اللاعب ويخسر الفلوس ويبقيه كذا او يكسب فلوس ويبيع اللاعب او يعين لحظه يعني فهمت كلامك الان ان السومه كان هدف لكن انتم ما تواصلتوا معه مباشر. لا النصر فوجئ بالشرط الجزائي. لا لا
لا لا إيه؟ ما شوف صدق انا متاكد من المعلومه صدقني يعني والله ما فوجئنا ولا 10 مليون دولار انا اقول لك 10 مليون يمكن عقده الجديد هذا مش عقده الاول عقده الجديد هذا 10 مليون لكن عقده الاول 20 الجديد 20 انا اقول لك او عقده الاول عقده الاول اقدم بعدين حتى في نظام اللاعب يشتري يستطيع انه يشتري المده المتبقيه من عقده اذا قضى اكثر من 3 سنين في اللاعب في مداخل كثيره قانونيه في الموضوع كلها حتكون في الوضوح وفي النور ومن خلال النادي ومن خلال الطرق النظاميه لكن هو اللي كان حاجتين هي رغبه اللاعب ورغبه ناديه في الاخير رجعت الامور الى مجاريها ورجع اللاعب للنادي وانتهت السالفه طيب استاذ صالح بس انا والله كنت بسال سؤال بس حاولت اشر لك ابغى الميكروفون منك بس انت عيت شو اسوي تفضل لا ابدا ابدا والله انا حقيقه لا يستهويني الحديث عن الماضي ايش عملوا اداره النصر او ايش عمل ابو فهد او انا مع التحركات الجميله اللي جالس يقوم بها معالي المستشار والدعم الكبير اللي جالس يوجهه للانديه والقرارات الرائعه في تقليص عدد اللاعبين الغاء بطوله الدوري الامير فيصل بن فهد هذه اشياء تصب دائما لمصلحه الكره السعوديه سؤالي للرجل الرجل الثاني في اداره نادي النصر وهذا اللي يهم الجمهور النصراوي اصغرهم قبل كبيرهم الان اللي فهمناه احنا من القرارات هذه خاصه على مستواي الشخصي انا انه معالي المستشار يبغى يوسع دائره المنافسه وممكن خلق ابطال جدد للمنافسات القادمه وهذا اللي انا اقراه يعني بكل امانه النصر هدفه الاول في الموسم القادم عندك بطوله عربيه عندك دوري عندك اعتقد اسيا وعندك كاس الملك اعتقد اربع بطولات مهمه اذا كنا جينا بالعدد المسموح له بال 27 لاعب تقريبا المفروض يكونوا في قائمه الفريق اعتقد المنافسه على جميع البطولات او حتى على بطولتين صعب جدا ان لم يكن مستحيل هل اداره النصر حددت هدفها الاول او رتبت اولوياتها شوف بكل تاكيد طبعا انه الهدف الاول لاي نادي هو الدوري انه يقدم نفسه بالدوري بشكل جيد احنا لما نقول هدفنا الدوري مع الهدف انه يكون الدوري هو تركيزنا في لاعبينا في محترفينا في سياسة جلب المحترفين سياسة المدرب طبعا الدوري خصوصا انت يعني انك الحين صار له 3 سنوات يعني بعيدين عن الدوري نبي نرجع للمنافسة على الدوري من جديد حنعمل خطتنا انه احنا نكون منافسين اقوياء في الدوري عاد نوفق ام نوفق هذا في علم الغيب بكل هذا لن نغفل المنافسات الاخرى خصوصا انك انت عندك 4 لاعبين محترفين منهم اسيوي في اسيا وعندك 4 أو 5 يمكن قالوا في البطوله العربيه 5 وفي عندك لعيبه مواليد فانت عشان تعرف وش الاولويه المواليد والسبعه اللي بيختارهم المدرب بيختارهم على اساس عنده هدف دوري بعدين حيعرف حيختار مين في اسيا ويختار مين ومين يعطي فرصة أكثر يلعب في البطولة العربية أو يشارك في بطولة أخرى طبعا الدوري خصوصا في نادي مثل يعني مثل نادي النصر مبتعد الحين 3 سنوات يحاول ترتيب أموره من الداخل يعيد اكتشاف نجوم جدد ويبحث على الجوانب الاستثمارية والتسويقية وتنظيمية الدوري عند حيكون بالنسبة لنا هدف رئيسي أنه نركز عليه وان ننافس عليه ما نستطيع تقديمه في المسابقات الاخرى يعني هذا في يعني تحكم فيها ظروف كثيره اصابات لا قدر الله عوامل اخرى يمكن انت تركز على الدوري وما توفق وفي بطوله انت ما ركزت عليها وتاخذها فلكن طبيعي اي نادي في اي دوله من الانديه الكبيره يهمه انه يكون بالدوري منافس قوي هذا فيما يخص الدوري البطولات الثانية طبعا كلها بطولات مهمة محفزة طبعا آسيا محفزة بحكم أنها البطولة القارية والنصر لمفترة طويلة ما نافس عليها ولكن أنا أرجع أقول آسيا السنة الجاية مش هدف رئيسي للنصر كمنافسة ليش اليوم أنت عيد ترتيبك ترتيب أوراقك أنت تبغى تكون جاهز للمنافسة لما تكون في كامل قواك مستحيل تكون الإدارة الجاية تستطيع أنها تكمل 100% من استعداداتها لو احنا وصلنا الى 60-70% من طموحنا ورغبتنا هذا جيد و 60-70% ترى نسبة كبيرة جدا وحتحقق نتائج ايجابية ولكن
لما اقول فعلا وصلنا 100% وقتها اقول اقدر انافس في اسيا. سمعت جمهور النصر الرجل يقول لك اسيا مو هدف بالنسبه لنا، يعني مش هدف للمنافسه اني انافس فيها بشكل قوي احط ثقلي فيها. يا سلام. هدفي احط ثقلي، خصوصا ان الحين قاعد ابدا بفريق جديد، في محترفين جدد، في لاعبين استقطبناهم سعوديين، في يمكن لاعبين جدد كمان يجون، في لاعبين احنا حنصعدهم، مدرب يعني وضع فلسفه اداريه ماليه مختلفه. يعني اليوم انت ما تفكر باتجاه وتنسى الجبهات الاخرى. صحيح. احنا لازم ناظر الموضوع بالمجمل، عشان كذا الدوري هو التركيز عليه، البطولات الاخرى ان شاء الله ان حننافس عليها بقدر استطاعتنا وقدر ما تخدمنا الظروف. لازم تتجاوزوا مشكلتكم مع النصر، اضعف نادي من بين الاربع الكبار من سنوات، من يوم توفى الامير عبد الحميد سعود في مساله اللاعب الاجنبي. انا لا ما شفت لاعب اجنبي كويس في النصر، بس سعر عالي يا ابو لم. لا ما يقضي سعر النصر استراتيجيته وفلسفته عنده اسلوب غلط في احضار اللاعب. هذا سعر عالي وابيك ابو لم. والدليل كارينو الان قال ما ابغى ولا لاعب الا برونو. اخي من زمان ولا ابو فهد يعني قال لك برونو والباقيين ما ابغى شيء. هذه نقاشات بين كارينو قال للاداره. لا انا هذه نقاشات ما راح طبعا. خلينا نجيب على النقطه هذه مهمه. انا ما راح افصح عن نقاشات دارت بينه وبين كارينو. تستاهل يا ابو فهد، هي كلها ما تستاهل. لا بس هي تستاهل، لكن ارجع واقول احنا يعني نكون واقعيين، يعني احنا نحسبها كم. احنا قاعدين الان نقدر ميزانيه النادي للسنه القادمه، والميزانيه هذه يهمنا فيها بشكل كبير جدا انه النادي ما يمارس، ما تكون عنده نفس الاخطاء، وان نقعد نتاخر في رواتب ونتاخر على عاملين ونتاخر بقدر الاستطاعه، ان نكون على الاقل 80% من رواتب كل موسم موجوده سواء للاعبين. فهذه معناتها حتستنزف من الميزانيه. فانا لو افكر فقط في الاستقطابات واروح اجيب افضل اللاعبين واجيب واغير مجموعه كبيره من اللاعبين، ما راح اغير لمجرد التغيير، بغير اذا بجيب افضل ولا قاعد اللي عندي. صحيح صحيح. فاحنا قاعدين نحسبها ونوازن فيه، ما نبغى ياخذنا الحماس وننجرف في اتجاه ونخطا اخطاء ونكرر نفس الاخطاء. لازم تروح بنفسك ابو فهد. انا شوف يا طول العمر، اولا اللاعبين اللي احنا جبناهم في الفتره الاخيره طبعا لضيق الوقت، ومع انهم لاعبين كلهم جيدين ومنتخبات، يعني مثل كابانانجا وفرجاني وجابوا لاعبين يتمنونهم الانديه الثانيه، ما هم لاعيبه، لكنهم جو في وضع سيء فني موجود في النادي، ويحتاج لهم وقت انهم يتاقلموا مع النادي. اللاعيبه الجدد اللي بيجون ايا كان عددهم، ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا ان شاء الله سبعه، هذا شيء يعني حنتفق احنا والمدرب، وان كانت الرؤيه واضحه بالنسبه لنا هذه ان شاء الله بتشوفونها ان شاء الله. حتى الرؤيه ما تبغى تقول لنا اياها. برونو بس يا طارق، ما في الا رؤيه واحده اللي كلها اكيد طبعا. المغربي شو اسمه المغربي نفتخر فيها. فهذه احنا يا طويل العمر لا المغربي بيروح الاتفاق يا ابو فهد ولا لا؟ احنا لا برونو ما جاك عرض من الاتفاق؟ ما جانا شيء ولا لا تطرق المواضيع اللاعبين الان. انا الاجانب ابو فهد شوف اللاعبين الحمد لله على الاقل انه حتى لو نبي نغير فيهم اغلبهم عندنا عقودهم معهم طويلة، وكلهم لعيبة ممتازين حيستفيد منهم النادي حتى لو أعارهم أو باع عقودهم. يعني حنا كل لعيبة الأجانب قاعد تجينا عليهم عروض الآن. طيب. بشكل ما عدا. جيت لك فيه عروض. لا بس مو مش أندية سعودية، ما جانا عرض من النادي السعودي. يعني ما عدا ليوناردو لأنه إعارة أصلاً وراتبه عالي جداً، وأنا في وجهة نظري يعني قدم كل ما عنده، ما هو اللاعب اللي مراهن عليه الموسم القادم. وعند. برونو باقي. وجابوا إعارة مع أفضلية. لا ليوناردو لا، ليوناردو إعارة كان معنا من بداية الموسم، وجابوا إعارة مع أفضلية، قد يعني نمارس حقنا في الأفضلية وقد لا نمارس حقنا في الأفضلية، يعتمد يعني. بس بالنسبة للعيبة الباقين حتى الآن في نقاش يعتمد من حيجي، في عندنا أهداف لعيبة إذا قدرنا نجيبهم حيكونهم خيارنا الأول، في ما قدرنا نجيبهم أحيانا لا نغير لمجرد التغيير، خصوصا في خانات معينة يعني. كنت تفاوض لعيبة كويسين في الفترة الشتوية وجاوك لعيبة ثانية، حتى كان في اسماء ممتازة. شوف الوقت وعامل لا بس ليش بدلتوا يا ما بعد؟ ما بدلنا، كان بدلنا لأنه تغيرت مواقف اللعيبة وأنديتها. يعني اللاعبين اللي نفاوضهم الآن لعيبة على مستوى عالي، عندنا في كل خانة اثنين ثلاثة قاعدين بناء على ما نصل له إلى اتفاق مع هؤلاء اللاعبين ومع أنديتهم نعرف وش الخطوة الثانية، لأنه عندنا خانات معطينها أولويات، أبدأ في الخانة هذه أخلص أنتقل أروح للخيار اللي بعدها.
فعندنا لاعبين نحب اطمن جماهيرنا انه هذه المره وان شاء الله حتكون يعني اختار لعيبه بعنايه، مجال المغامره او المجازفه حيكون ان شاء الله ما راح اقول معدوم بس قليل. يتوفق اللاعب ما يتوفق هذا في علم الغيب، بس انهم حيكونون منتقين بعنايه شديده جدا جدا جدا. والمفاوضه ما في سماسره يعني متعارف عليهم، كلها مفاوضه مباشره وناس نرسلهم بشكل في اوقات يمكن اطلع انا وحتى رئيس النادي يخلص الموضوع. والله ابو فهد شوف الحقيقه انا اللي استشفيت مثل ما راح نطلع باي اجابه لا باسماء ولا بقضايا ولا لا قضايا لا، لكن خلينا صعب اني اقول لك اسماء لانه ما زالت المساله، لكن خليني انا بتكلم انت معك كرجل اعمال جاء للانديه، بطلع انا عن الشيء الانشائي والاسئله التقليديه اللي وش تبي تجيبون وش تبي تسوون. يعني انا كمتابع شلون انشائيه هذه اسئله لا 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 ما راح يجاوبك لا بجاوبك يا اخي لا منهم اللاعبين ما راح طيب تحديد اللاعبين ما بس خليني اقول سؤالي صعبه كالمد... يعني لا لا ما تو الصوره ما تضحك ما خلصت اقول لك اللاعبين قاعد افاوضهم ما اقدر ما تقدر تقول طبعا احنا ما نبغى اللاعبين نبغى المدرب خلينا نقول لاعبنا جانب ولا لا المدرب لو عليه غير السبعه كلها انا في موضوع انا لفت نظري بصراحه طارق شك في المعلومه اللي قلت لك لفت نظري بكلامك اللي كان مع الاستاذ فياض انت تكلمت قلت انه انا جيت ومشيت مجموعه كبيره من الموجودين يا اخي انا الاحظ والجميع يلاحظ انه بيئه الانديه للموظفين الداخليين من غير اعضاء مجلس الاداره بيئه طارده جدا في الانديه السعوديه تخيل حتى الانديه الصغيره ما بالك بالانديه الكبيره وحتى سمعنا حتى من بعض اللاعبين انه يتكلم عن ناديه السابق دائما بكلام غير ليش الانديه انت كرجل اعمال جيت وتقول وجدت انه فيه تفاوت انه في هناك من يجب ان يذهب انه هل العمل في الانديه لانه عمل تطوعي يعتمد على المجامله لذلك اصبحت الهيكل الداخلي للانديه هشه وضعيفه ليش بيئه طارده؟ وش طارده؟ انا بيها من وجهه نظرك انا بقول لك يعني الانديه العمل فيها روتيني وفي رتابه كثيره يعني ما فيه يعني الموجودين يؤدي دوره يتلقى تعليمات ما في الاشخاص اللي موجودين الخلاقين اللي ممكن يجي ما في ابداع ويعمل انت جايبه علشان يعمل عنده فكر انت ما تبغى بس مؤديين ياخذ الاوامر من شخص واحد فلما انا جيت وشكرت اللي موجودين وقلت لهم شكرا يعطيكم العافيه ستة وسبع اشخاص هذول عمروا في النادي انت اليوم لما تجي تبي تطبق عمل جديد صعب تطبقه على ناس لهم 30 سنه يشتغلون بنهج معين حتى لو بتغير أنت بالقرار بالفعل قد لا يتغير وانت غير لين تغير 100% هذا واحد اثنين التغيير يعني ما في أحد يستمر 30-40 سنة يشتغل يعني وحتى في شركتك الخاصة أنت ما تاخذ ما في أحد يا أبو فهد كل رئيس نادي أنا عارف أقول لك حتى في شركتك يعني تروح جيل ويجي جيل ما حد يقعد يعمر الوقت هذا صحيح فيعني أكثر تبغى اليوم المنتج يعني المبدع هذا يقعد 10 سنين هذا المبدع اللي لا راح انهزت المكان فبالتالي أكثر من كذا لا وأيضا أنا لازم يكون عندي كفاءات سعودية في النادي يعني ليش ما يكون عندي الإدارة المالية والمحاسبة السكرتارية الأعمال الإدارية العلاقات العامة كل شيء سعودي ليش ما يكون سعودي صحيح يعني أنا هذا أنا هنا حرصت أنه في 4-5 شباب استقطبتهم يجون أنا حتى ما حطيت تكاليفهم حقيقة على النادي يعني تحملتها شخصيا ليش؟ لاني من عارف انا اقعد ولا ما اقعد وقت التكليف واتفقت معهم على مكافآت ورواتب معينه بحيث انهم هالاشخاص يعملون اذا قدر اني استمرت او جت اداره جديده تبغى تقيمهم عاد ذيك الساعه جديده توقع معهم عقود. انت تبغى تبرز يعني من حق اللاعبين الشباب سواء كان نصراوي ولا غير نصراوي انه يجي ويشتغل في النادي هو في الاخير هي وظيفه اداريه صحيح يعني مش وظيفه مو بلاعب اذا اللاعب اللي في الملعب يلعب واكثر احتكاك في الكره اليوم معك بكره مش معك جاي يجي فما بالك في العمل الاداري فبالتالي احنا حرص انهم يجون وانه العمل في الانديه يتغير تعطي هالشباب فرصه انهم يكونوا خلاقين هل من السياسات انه عمليه دفع المخصصات مباشره لان الانديه السعوديه يعني احنا راصدين يعني عشان اقول لك ميزانيه جيده للعاملين في النادي وزايدينها عن العاده لان ناويين نستقطب كفاءات اليوم لو تشوفون حساب النادي اليوم يمكن اول نادي يعلن بالشكل هذا نعلن عن حاجتنا لموظفين شباب سعوديين
بخبرات معينة معلنينها يعني ممتاز. يعني اليوم احنا قاعدين نقول لكم نادي النصر أصبح يعني زي وزي أي جهة زي أي شركة أو جهة هذا الأمر هذا هو هذه يعني اليوم أعلننا على حاجتنا لخبرات وخبرات نوعية ممتاز. في إدارة الجودة في إدارة المشاريع في العلاقات العامة ممتاز. في يعني احنا نبغى نغير النظرة من نادي النصر اللي هو النادي اللي بصبغة حكومية 100% يعمل برتابة برأي واحد بشخص واحد لا اليوم حتى حنهتم في كل الجوانب الأخرى يعني اليوم عندنا إدارة المركز الإعلامي والسوشيال ميديا لو لاحظتوا في الحسابات في إعلاناتنا السابقة تعاقدنا مع دور مختصة في رسم استراتيجية الاستفادة والتعاطي من حسابات النادي اللي هي السوشيال ميديا كاملة كيف تكون رافد كيف تكون يعني واجهة جيدة للنادي أيضا عندنا في الجانب الطبي الآن قاعدين نأسس أفضل عيادة طبية ومركز تأهيل وجيم طبي يعني خاص في إعادة التأهيل يمكن في الأندية الموجودة في الخليج كلها يعني مش بس في السعودية والآن على وشك الانتهاء حيكون يعني مفخر هذه العيادة مو بحجمها بس بمستوى ونوعية الأجهزة والخدمات اللي تقدم هذه في إدارة السعودية بعد هذه اللي أشرف عليها واللي الآن قاعد يسوي كل عملية التصاميم هي شركة سعودية مختصة وشباب سعوديين ويمكن نتعاقد معهم بأنه إحنا نستأجر أو نشتري هذه الخدمة منكم يعني اليوم أجي أقول لك أنا مثل أنا أدفع لك عقد سنوي وأنت مسؤول توفر لي الطبيب وتوفر لي الأخصائي وتوفر لي المدلك وتسوي لي كل شيء البرامج حقتي ولا دخل أنا لا في الطبيب وش سيارته وين يسكن الطبيب اليوم هذا تعب بيسافر بكرة مسؤوليتك تجيب لي غيره أنا متعاقد مع شركة مختصة تقدم لي خدمة عشان أطلع أنا من المتابعة الإدارية والعمل الإداري لكل فرد في النادي ويصير تعاقدت مع دور مختصة في جوانبها هم اللي يجيبوها هم اللي مسؤولين نفس الشيء تبع مع الاتحاد والهلال مع شركة لا في فرق احنا حتى الحين تقول في شركة الراعي الطبي غير عملية طيب استثمارية حتى فيها جانب استثماري لكن برضو حتى في الفئات السنية في فلسفة جديدة ما راح اقولها الحين بس لانها تاخذ وقت فلسفة جديدة كيف الفئات السنية في نادي النصر تعمل وفق منهجية يعني من مثلها مثل افضل الاندية اللي في العالم كيف نستفيد منهم أكبر فائدة كيف نسقلهم أفضل صقل كيف بعد 8 سنوات 10 سنوات نادي النصر بدل ما يفكر يشتري لا عنده لعيبة إنتاج رائع يعني كيف اليوم نشوف لعيبة الناشئين لعيبة البراعم بعد 7 سنوات كيف يكونوا معنا بالفريق الأول حديث كثير عن العمل التطويري ناصر كم باقي لنا على الفاصل 3 دقائق أنا عندي سؤالين بس تفضل فواز وانا بكمل قبل الفاصل انا والله بس عندي جزئيه من كلام الاستاذ سلمان ايه؟ على انه انا اعتقد انه القرارات اللي اتخذتها الهيئه بشكل عام على تطوير الانديه واتاحه فرص رفع مستوى عدد المحترفين وهذا يؤكد لنا بانه احنا انتقلنا من مساله البناء بناء نادي بناء كذا الى صناعه والصناعة تختلف عن البناء وبالتالي حتى الجماهير المتابعة يعتقد بأنه حتى تصنع فريق بطل تحتاج سنوات من لاعبين ومن غيره الآن أصبح الصورة واضحة والتركيبة واضحة أنت تستطيع تصنع فريق بطل خلال فترة وجيزة من الإمكانيات المتاحة لك من اللاعبين من الخانات من المراكز أنا لو يعني بحط ملاحظاتي على إدارة النصر بشكل عام يعني سواء احنا نشكر طبعا الأستاذ سعود سويلم وجوده معنا في الرياضة أمر مهم أعتقد طريقة تناول الوسط الرياضي وطرح الأفكار يمكن أبو فهد يساعدني في هذا الجانب وجوده أمر مهم وعمل التوأم والتناغم مع الأستاذ سلمان حيساعد كثير اللي أنا بقوله النصر عنده فكرتين فكرة إعادة كارينيو كانت يعني انقسم حولها المتابعين إلى قسمين والقسم الثاني يمكن نجح في صفقتين مهمة على مثلا على الجوانب في الأظهرة لكن النصر اعتاد من سنوات طويلة وإن استثنينا
اثنين من الشبان اللي هو عواجي والهذا سنوات طويلة في اسم كذا صح في النصر في الشباب لا لا الاثنين الشباب اللي لعبوا في النصر البريكان يمكن في راس البريكان النجعي والجميعة ولا هذا يعني من زمان طويل فترة طويلة ما شفنا لاعب من الفئات السنية في النصر ممكن تتاح له الفرصة. لا شوف غالب طلع من الفئات السنية، عبد الله عنزي جاء من نادي عرعر وبدأ في الفئات السنية من الناشئين إلى ما طلع للشباب. صحيح. يعني شوف كمل سؤالك أيوة. عشان أعطيك الجواب. لا أنا كنت بقول إنه النصر في جانب أول شيء كريني وكان في اختلاف. اثنين المخاوف النصراوية من عملية اختيار اللاعب الأجنبي يتكلم فيها أبو لما إنه النصر يعني أنا أتوقع كينيدي أحسن فلتة صارت في وين كان قبل مجاني شوف يعني أنا أقول لك يعني خليني عشان ما نظلم حتى يعني اللاعبين خليني أقول لك كل 70% من المحترفين الأجانب اللي في العشر سنوات ما كانوا مستوى الطموح بس في كانوا لاعبين فارقين زي موسى صايب زي باسكال فندومو حسام غالي في زيارته الأولى كان يشكل إلتون برنداو إلتون خوزيل اللي راح للفت يعني في لاعبين كثير كانوا جو عندنا كانوا جيدين لكن ما كان خلي أقول لك الأغلبية 20% نقطة أنا أقول لك أو 20% نقطة ما أتفق طيب نقطة أخيرة بس وبعدين خذ المايك أيضا عندي ملاحظة على الجماهير النصراوية جماهير النصراوية قبل تحقيق أول بطولة دوري اللي هي قبل 3 سنين 4 سنين حاجة زي كده كانت مندفعة اندفاع كبير لتحدث إبهار على مستوى المدرج الجماهير النصراوية وكأنها تقول إحنا حصلنا اللي نبغاه وتراجعت عن المشهد ويمكن تابعتوا أنتوا السنة الماضية واللي قبلها كيف التراجع الغريب من جمهور النصر خاصة أنه أنا أعرف أنه أعمار جمهور النصر في مستوى عمر صالح الداوود مش صار بس بعدين المدرج مليان مدرج نصراوي ايوه يعني 13 يعني 14 اشعر انه جمهور النصر يعني كانه تخلى عن فريقه في اهم منعطف هم زعلوا ها زعلوا في فتره اقول لك يمكن يعني انا اعتقد الجماهير شوف بشكل عام هم قريبه يعني مع بعض باستثناء حقيقه جمهور الاتحاد يعني انا صراحه هو الجمهور اللي انا اشوفه مع فريقه في اي ظرف وفي اي وقت وفي اي زمان وانا صراحه يعني انبسط ابو لب وانت احلى حاجه قلتها في الحلقه اليوم لا والله هذا واحد انا بالنسبه لي على الاتحاد انا بالنسبه لي انا وقفت هذا واقع صراحه جماهير بالنسبه للجماهير الانديه الثانيه يعني تحكمها النتائج خصوصا علمك زي النصر يعني في 2014-2015 النصر كان متسيد المشهد وكان بإمكانه يتسيده أكثر ويأخذ بطولات أكثر لولا ظروف كثيرة يعني الجماهير قد يكون أنها مثل ما قلت تشبعوا أو زعلوا مثل ما قال سالم ساعد مو بس هم ترى حتى اللعيبة لما تشوفهم 14-15 أغلبهم نفس اللعيبة تحس كأنهم عندهم نفس الشعور اللي هو التشبع أو خلينا نقول لك ما عاد صار عندهم الحماس الآن في الوقت هذا اللي مش متحمس وما له رغبة جامحة يعني مو رغبة عادية جامحة إنه يقدم نفسه بشكل جيد لن يجد نفسه مكان كيف تقيسها لا هذه حنقيسها في العطاء حنقيسها في الالتزام حنقلل مكان الحجج اللي يتحجج فيها اللاعب أنت الحين أنا عشان أسجل مضطر أسدد لك رواتبك كلها بسدد لك والسنة الجاية حيكون فيها انتظام أكثر في تسديد الرواتب ما أبغى أشوف حجة لعدم الانتظام واللاعب اللي ما راح يكون منتظم لن يجد له مكان واللاعب المنتظم حيجد كل الاهتمام وكل التقدير يعني الموضوع مش قضية شخصية احنا ما حط شماعة اللعيبة بس احنا نقول المرحلة الجاية في مرحلة جد مرحلة فيها حماس احنا جايين تقليص العدد بعد هذا تقليص العدد جايين متحمسين مدرب جاي متحمس جمهور الآن متعطش إن نشوف نصر جديد حينعكس سلوك الجمهور على اللي يرونه جوا الملعب بالنسبة لكارينيو يعني باختصرها في دقيقة كان يعني عندنا 4 خيارات 2 جدد و2 حاليين اللي هم كارينيو وزوران وأنا حقيقة عشان أقول لك يعني بالنسبة لنا كان
قسناها في عدة عوامل. واحد عقده انتهى مع الشباب في شهر 4 يعني في بداية 4 أو في نهاية 3 يعني يقدر يوقع معنا الحين ونشتغل نستغل الثلاثة شهور ذي قبل ما ينتهي الموسم أو يعني ينتهي حتى المدربين بعضهم تنتهي أنت في نهاية شهر 5 وبعض في 6 اللي هم الخارجيين. فهذولي أنا علشان يعني أتعاقد معه لازم أنتظر. فكارينو وجوده كان مهم الحين قص إنه حيوقع معنا الآن عارف لعيبتنا عارف الدوري عارف اللعيبة كلهم متأقلم في البلد اختصر 60-70% من المطالبات. بالإضافة إنه هو عنده الحماس وعنده الرغبة يعني إنه يرجع يدرب النصر ورجل قدم سي في رائع مع النصر. فبالتالي كل الاتجاه وكل العوامل صبت في كفة كارينو خلصت في لعيبة وبالإضافة أنه في إن كارينو عنده قضية في الفيفا ومساعدينه يعني 6 قضايا في الفيفا حليناها بالتعاقد مع كارينو لأن مسكنا مديونهم السابقة وجدولناها وسوينا لها اتفاقية أخرى فوقعنا معه وبعقد مش كثير ترى زي ما الناس تتوقع لأنه هو متحمس أنه يلعب بس ما تكون ديونه هي السبب لا 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 ما يمكن نجي ديونه 1,200,000 و 1,300,000 ما رح ندفع مليون نفكر كيف نسد 1,300,000 ونترك فريق حنصرف عليه مئات الملايين ولكن هي أعتقد أقول لك هي باكج طيب. باكج كامل نصب لصف كارينو ماشي خلنا نروح إلى فاصل أخير وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى نرجع نستكمل معاكم الجزء الثالث من الخيمة بوجود أبو فهد سلمان المالك وعندنا أكيد أشياء كثيرة نبغى نسأل أنا بس خالد القادم ومخليني أسأل ولا سؤال يلا أهلا وسهلا فيكم في الجزء الأخير من الخيمة متواصلين معاكم مع ضيوفنا الكرام وأيضا ضيف الشرف اليوم الأستاذ سلمان المالك. يقولون يا أبو فهد علشان تنجح سياسة أي نادي بشكل كبير جدا غير موضوع البطولات لازم يكون عندك مركز إعلامي قوي صحيح ولازم يكون عندك عمل كبير في المركز الإعلامي وهذا الحين اللي الآن إحنا قاعدين نشتغل عليه أي. أن يكون المركز الإعلامي مختلف يكون له أدوار يعني تندمج متداخلة مع حتى إدارة الاستثمار والتسويق لأنه اليوم العمل الإعلامي هو الواجهة هو الجذب هو اللي يعكس حتى فلسفتك الإدارية ونوع العمل القادم فعشان كذا احنا بدأنا بالتعاقد مع أهل الاختصاص من الشركات العالمية في تطوير المحتوى اللي يخرج للناس من المركز الإعلامي أو من حسابات النادي الرسمية وكيف ممكنها تفعل ويستفاد منها إلى أقصى فائدة. أرجع أقول في هذا السياق أيضا تعاقدنا مع شركات مختصة في مجالات عدة في الجانب القانوني في الجانب الصحي في الجانب الاستثماري يعني اليوم لازم تعطي أنت الشركات المختصة مجال أنها هي ترسم لك الاستراتيجيات صحيح. تحط الأعمدة وترتكز عليها بعدها أنت في نفس الوقت توظف الشباب اللي يقوموا بالعمل ويستكملوا مستقبله ففي عمل يعني منهج ومهني لأبعد حد إن شاء الله راح يكون موجود في الفترة القادمة بإذن الله من ضمنها وبشكل كبير الجوانب الإعلامية طيب واحدة من الصور اللي كان يبثها المركز الإعلامي في نادي النصر أو الفيديوهات اللي كانت تبث من عندكم الاجتماع الأول اللي عقدته في النادي وطلع كلام كثير هنا في الخيمة أعطنا ناصر الفيديو هنشوفه السؤال المهم يعني أحمد البريكي ولدنا وش جابه عندكم كفاءة كبيرة يعني هو قبل ما يصير ولدكم أحمد صديق وعلاقتي فيه طويلة قديمة اللي بعدها أبو فهد إن شاء الله حيكون أمين عام النادي أمين عام ومدير تنفيذ إن شاء الله ممتاز بشكل رسمي لأن من الكفاءات الإدارية اللي يعني أنا شخصيا أعتقد أنه مكسب وإذا أعطي المجال ودعم بالعكس راح ممكن يقدم كثير وهذه فلسفة النادي الجديدة جلب الخبرات وإعطاها المجال للإبداع صحيح قلت لك اليوم أنت أمين عام النادي أحمد أنا أعرف ما أقدر أقول لك شيء ما عندي خبر لا إن شاء الله هو يعني طبعا كل التقدير كل التقدير للأمين العام الأستاذ محمد المسبل الآن لكن أيضا حيكون موجود معانا لكن الأستاذ أحمد
أنا احتكيت فيه وعملت معه في عدة جوانب من فترة طويلة، وأعرف إمكانيات الرجل. فعشان كذا أنا طبعا لو ما كان في الفترة اللي موجود فيها مع إدارة الشباب كان حتى من يوم ما كلفت، ولكن بعد ما استقال كلمت الأستاذ سعود وتناقشت في الموضوع وقلت هذا الرجل أنا أثق فيه وفعلا هو إضافة وحيقدم إضافة كبيرة. طيب في مكانك هنا جلس الأستاذ فهد المدلج رئيس نادي الفيصل قبل فترة، وسألت عن الغنام والمنصور، قال احنا اتفقنا مع النصر، أعتقد كمان يعني طرّاك في هذا الموضوع، بأن اتفقنا معاهم أنه ينتقلون اللاعبين من الشتوية، إذا اتفقوا معك شخصي، لكن أنتوا أجلتوهم إلى الصيفية، ليش مو من الشتوية أخذتوهم؟ طبعا حنا كان وقتها يعني فيها عدة عوامل، كان طبعا احنا متفقين أنه ينتقل لاعب في الشتوية والثاني بعد ما ينتهي الموسم، ولكن طبعا كان عندنا مبلغ مادي، يعني كان في أولويات كانت بالنسبة لنا صراحة، فخصوصا أنه خانة الظهير اليمين كان بي يعني احنا جبنا الكابتن سعد سهيل، وعندنا ايضا عوض ما شاء الله لاعب يغطي اكثر من خانة، فقلنا بدل ما نستعجل الان خلينا نركز. اتفاقنا تم، كلمت ابو عبد المحسن وقلت والله بسبب ظروف مادية، لانه حتى في ذيك الفترة كانت تواجهنا ايضا قضايا ومبالغ كنا نضطر نسددها لقضايا خارجية ما كنت عامل حسابي عليها يعني، يعني للمصلحة العامة كانت تؤجل، وكلمته وطلبت منه تأجيلها وهذا ما تم فعلا يعني. كم قضية خارجية عليكم؟ كعدد القضايا الخارجية يعني كثيرة، بس بعضها يعني تقريبا بدري نتكلم عليها، لسه قدامها أكثر من سنة عشان أصلا تطلع على السطح، وفي قضايا قديمة أصبحت في خلاص في مكان ساخن الآن. كم واحدة هذه؟ هذولي اللي لو طبعا طلعنا كارين ومساعدي برا، في عندي كنافارو ايضا مساعد كنافارو، في فلامينغو هرناني كلاعب في قضيه مرفوعه من النادي عليه، وهذه النادي عنده فرصه لكسبها يعني في علم الغيب، بس يعني فرص النادي لكسبها موجود، وفي قضيتين مرفوعه من فلامينغو على النادي على دفعتين، الدفعه الاولى والدفعه الثانيه، فيها وهذه الدفعه الاولى بالذات، الدفعه الثانيه لسه بدري، بس الدفعه الاولى بالذات في مرحلة حرجة طبعا، وتأخرناها إلى أقصى مدى يعني تم تأخيرها. بس عشان نفهم أبو فهد، فلامينغو مشتكيكم وأنتم مشتكين اللاعب. وإحنا مشتكين اللاعب، هذه قضايا منفصلة عن بعض. بالنسبة للدفعة الأولى والدفعة الثانية الآن تم في 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 طريقها للانتهاء تماما، وعمل لها تسوية وجدولة وإنهائها بشكل كامل. طبعا في اشياء كثيره فادتنا في حل القضايا او في جدولتها. طيب ابو فهد، وش اللي دار هنا في الاجتماع؟ ايش كان يدور؟ اللي كان نقاشات عامه على طريقه لعب، على لاعبين معينين، على اقتراحات معينه، يعني تعرف كانت في البدايه الاجتماعات الاولى احيانا يصير فيها نقاش في كل اتجاه. أوكي. بعدين تبدا شوي يعني تتخصص الاجتماعات وتكون بأهداف واضحة وأهداف موحدة يعني. استراتيجية. طيب كيف تقدر توصف لنا، عفوا يا طارق، يعني الأستاذ سعود السويلي كيف تقدر يعني تقرب لنا الشخصية هذه؟ لأنه شخصية أكثر من رائعة يعني. أنا على مستوى كرة القدم أنا أقول لك على لا حتى أنا شوف قبل كرة القدم، شوف الشخصية لما تكون يعني مقبولة يعني فيها القبول وفيها الاحترام والتقدير للآخرين سهل أنه يندمج في أي مكان، بالإضافة إلى أنه رجل متابع كثير لكرة القدم وحتى يعني يمكن بشكل كبير للدوريات الأوروبية. أنا بالعكس يعني تفاجأت، كنت أعتقد أنه بعيد تماما ولا يعرف يعني عن الرياضة الكثير، لا لقيته بالعكس ملم ومتابع ومتحمس بشكل كبير، وعنده طموح كبير، وطموح مش طموح رئاسته، طموح يعني تقديم إضافة تمتد لسنين طويلة، وعلى هالاساس تم يعني اندمجنا وكملنا سوا يعني. وانا اعتقد انه مكسب كبير للوسط الرياضي اكيد، والاستاذ نواف المقيرن وكل الرؤساء اللي جو جدد بكل تاكيد حيقدموا اضافه. وفهد نواف المقيرن ابتسم فواز. لا انا اقول يعني انا كلهم لاني اعرفهم يعني كلهم والله ونعم. وفهد المنصب الان حساس جدا 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 في نادي النصر، اعتبره الاحتراف او مدير الاحتراف او ما ادري يسمونها دائره عاد مع التحديثات الجديده. مين اللي بيمسك المنصب هذا الحساس جدا؟
من الشخصيات المرشحة؟ طبعا الآن خليني أقول لك ما ركزنا تحديدا على هذا على اسم معين، لكن احنا ركزنا على عمل إداري. شوف الأمانة العامة لازم انها يعني الأمين العام هو كشبه ما يكون مدير العام، طبعا في المتطلبات الآسيوية لازم يكون في مدير تنفيذي، وهذا المنصب المدير التنفيذي طبعا الأمين العام عضو مجلس إدارة، بس كمنصب مدير تنفيذي هو الأستاذ أحمد البريكي. احنا عندنا فلسفة ان يكون في إعادة هيكلة للإدارات والأقسام اللي موجودة في النادي، بحيث ان يكون فيها حتى رئيس النادي ولا نائب الرئيس وبعيد يقدر يطلع على العمل وسير العمل حتى من خلال جواله، من خلال هذا السيستم اللي راح يوضع، هذه المنصة اللي راح توضع في داخل النادي. متى ما وضعت ودربوا الأشخاص، يعني النصر احنا ما اقول كل اللي عملوا فيه وموجودين حاليا هم ليسوا كفاءات، لا والله في شباب وفي طاقات رائعة جدا موجودة، ولكنها تحتاج اول شيء انك تعطيها المجال انها تبدع، تحتاج توفر لها بيئة ومناخ مناسب، تحتاج تحط معها مجموعة تساعدها على العمل. ففي اشخاص عندنا جيدين ونثق فيهم وحيكملوا ان شاء الله معنا وهم كفاءات عالية، لكن لازم نوفر لهم النظام المظلة الكبيرة اللي هي الإدارة بشكل عام تكون جيدة. طيب احنا باقي لنا تقريبا اقل من 5 دقائق عشان ننتقل لحاجة تتعلق بالحزم مهمة جدا، ودي انا اسألها ابو فهد بس عشان نختم احنا موضوع النصر. انت لما جيت الى رئاسة النادي 3 شهور كم كانت متأخرات الرواتب؟ الرواتب الى شهر 6 لما رأست انت. انت جيت في ديسمبر؟ اي 7 و8 اوكي. طبعا لانه الرواتب عشان يسجل النصر كان في الصيف كان لازم يدفع لنهاية 6 صح، والرواتب مدفوعة على 6. طبعا في دائما في لغط كبير يقولك والله اللعيبة ما استلموا سنتين وشلون هذا يسجل، في فرق بين الراتب وبين مقدم العقد. مقدمات هي اللي فيها تأخير بشكل كبير ومبالغها ثقيلة. ومن هالمنطلق انا احب اشكر معالي المستشار على تسديد المقدمات اللاعبين اللي في المنتخب من نادي النصر والأندية الأخرى، لأن حقيقة خففت حمل كبير يعني عن 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 عن, عن النادي. يعني تخيل لاعب زي السهلاوي عنده مقدمات يعني يمكن حول 15 مليون. نعم صحيح. تأخرات كلام يعني هذا من ضمن المبالغ اللي تسددت. أيضا عندك غالب والجبرين وعمر ومع أنه متفاوتين ويحيى، فمعالي المستشار مشكورا بهالخطوة هو راح اللاعبين وراح الأندية، وحنا كإدارة نادي النصر يعني أزاح عنا هم كبير في طيب. على الأقل في جزء جدول أبو فهد معليش، في فترة سابقة طبعا سير فواز خرج فضائيا، وطبعا هو أكيد يتكلم من يعني أرقام ووثائق موجودة عند الرجل لأنه مسؤول في هيئة الرياضة، وقال إن ديون النصر 240 مليون. الآن يعني هل انخفض هذا المبلغ؟ إيه نزلت، لأنه إلى كم؟ يعني يمكنها نزلت 40 اللي الزيادة ذي أو أكثر شوية، يعني بحكم أنك أنت إحنا سددت. طبعا السؤال الأخطار يقول كم رواتب كانت إلى نهاية 6، بعدين عشان نسجل في الشتوية داخل ضمن الرواتب دفعنا 7 و8. بجيك في الكلام دفعنا 7 و8 أسوة ببقية الأندية. الآن كل الأندية وأغلبها عندها من شهر أوغست إلى يومنا هذا ما دفعوا رواتب. أوف. هذا أغلب الأندية. فإحنا عشان نسجل الموسم الجديد على الأقل فينا لا يقل عن 10 رواتب يعني حتدفع للاعبين. أما المقدمات هي اللي كان فيها تأخير كبير. أما الرواتب لا يمكن يسجل أي نادي أو يستقطب إذا لم يسدد رواتب، فهذا اللغط بس اللي كان عند بعض الناس. طيب الأسبوع الماضي سددتوا 6 قضايا صح؟ تقريبا اللي هي كان بديتوا فيها؟ لا، وفي معها يونس مختار كانت أيضا من القضايا الحرجة. إيه اللي يعني من يوم تكليفي الحقيقة وأنا كنت قلق جدا منها، لكن لم نتوصل إلى اتفاق أو نصل مع الطرف الدائن إلى حل. في 4 أسابيع الأخيرة تم إرسال محامي النادي والتعاقد النادي مع مكاتب استشارية على مستوى عالي قانونية دولية. كرسنا كل تركيزنا وثقلنا على هذه القضايا الحرجة اللي كنا احنا نعرف مدى خطورتها. وانا يعني حتى اول ما انتهى تكليفي كنت يعني بلغت الاخ سعود بالقضايا الحرجة، ولما رجعت دخلت في الإدارة استكملت العمل السابق.
واستكملنا العمل مع المكاتب الاستشارية اللي تعاقدنا معها. أوكي. وبحرص واهتمام كبير من أيضا الأخ سعود بأنه هذه القضايا عشان ما تفاجئ عملنا القادم وتحوس يعني الطموح الكبير اللي احنا جايين على شأنه. فصار في تشكيل لجنة من قانونيين ومن عاملين في النادي ومن أشخاص ذو خبرة لحصرها داخلين، هذا عندنا احنا في النادي ما لنا علاقة احنا في الهيئة، وحصرناها الآن عندنا. يونس مختار تم تجاوزه أمامنا إيفرتون وفلامينغو و كانافارو وكانافارو مساعد، وعندنا يعني لو حسبنا فلامينغو وكانافارو مساعد وإيفرتون هذه أربع قضايا حساسة كلها إن شاء الله في طريقها للتسوية. يعني أقدر أقول، ما أبغى أقول انتهينا لأنه فعليا ما بعد جانا شيء، لكن كاتفاق اتفقنا في المراحل الأخيرة هذه. إذا تجاوزناها وإن شاء الله نحن متجاوزينها، لا يقلق جمهور النادي. أبو فهد، هل فعلا في واحد من اللعيبة له مطالب 50 مليون سعودي؟ ما أدري. لا لا، ولا سعودي ولا أجنبي. لا لا، أجنبي ولا أجنبي، ما في ولا أحد. لا عفوا أبو فهد، لما أنت تقول أنت قضايا حرجة، يعني إلى أي مدى يصل مثلا العقوبة اللي بتحل في النادي؟ لو يعني هذه في هذه أغلبها قضايا يعني تمنعك من التسجيل. صح. اللي أنا ذكرتها لك، ولا لكن ما عدا إيفرتون. إيفرتون حيصدر قرار في غرامة مالية وحنستأنف وحيطول المدى وحتاخذ وقت، لكن كانافارو وفلامينغو الدفعة الأولى هذه قضايا فيها منع تسجيل. وأيضا هي من ضمن متطلبات الرخصة الآسيوية، يعني في كثير من القضايا لها علاقة بمتطلبات الرخصة الآسيوية، فحلها القضايا الجاية هذه حيكون مريح لنا ماديا وحتى بمتطلبات الرخصة الآسيوية. طب أنا بسألك آخر سؤال عن النصر. نعم. وأبغى أغلق هذا الملف إلا إذا في حد يبغى يسأل عن النصر، عشان بس الوقت ما يداهمنا. في موضة كذا طلعت الفترة الأخيرة عند كثير من جماهير الأندية، كل ما دعمت الهيئة نادي قال لك احنا ما حد دعمنا، نادينا ما دعمونا، وليش ما يدعمون النادي الثاني ولا يدعموننا احنا؟ تمام؟ نعم. اليوم انتم بالنادي النصر، وش حصلتوا من الهيئة إلى الآن؟ أنا شوف حقيقة في فترة التكليف اللي أنا كلفت فيها، يعني أنا يعني أقف يعني أكون عاجز عن الشكر وعاجز عن شكر معالي المستشار على دعمه، يعني دعمني بشكل كبير، دعم ماديا ودعم أيضا في أمور جوانب إدارية وأشياء كثيرة يمكن لا تخفى على البعض. كان متحمس جدا أنه النادي، أنه عارف وضع النادي، فوقف مع النادي بشكل كبير، تعاقد مع اللعيبة الجدد اللي هم محترفين الأجانب، أعطانا مبالغ مالية ساعدتنا في حل، يعني إحنا سددنا بعض قضايا خارجية يعني في فترة تكليفي الناس ما تعرف عنها، يعني أو أقساط مجدولة تم سدادها بحيث لا يتعرض النادي. عملنا تسويات مع كل المحترفين، شوف المحترفين اللي عندنا اللي طلعوا والمدربين كلها طلعوا من عندنا بدون تبعات، يعني اليوم لا يمكن يجيك محترف يقول لك أنا من اللي طلعوا أنا عندي قضية مع نادي النصر، انتهى. جوميز اللي تعاقد معه النصر في البداية أيضا كان له مبالغ وتم تسويتها، جوستافو انتهى، المحترفين كلهم انتهوا، يعني كل من جاء خرج بدون تبعات. بكل تأكيد دعم معالي المستشار ودعم الهيئة كان له أثر كبير جدا، بالإضافة لدعم شرفي كان موجود يعني في ذاك الوقت، وما زال دعم الهيئة مستمر يعني لن ينقطع. عشان بقفل نادي النصر، عندك شيء؟ آخر شيء أبو فهد، أبو عبد الله. نعم، أنا معلش أبو فهد، نبغى الحقيقة في موضوع التفاوض. أنت من شوي من أول حلقة وأنت تقول ما ندخل على لاعبين عقودهم سارية المفعول. صحيح. صح، ولا ندخل الفترة اللي هي 6 أشهر الأخيرة. لكن الأستاذ سامي الجابر رئيس نادي الهلال ذكر أنه نادي النصر دخل على اللاعب ياسر الشهراني ونواف العابد وهم في عقودهم سارية المفعول. لا لا، هو ما قال ياسر، قال نواف. نواف أعتقد. إيه. نبغى نواف الحقيقة. عبد الله عطيف. نبغى الحقيقة في الموضوع. شوف عبد الله عطيف داخل في 6 أشهر. أوكي. خلاص يوم الحين الأمور اتضحت وانتهى كل شيء، إحنا قلناها لكم يعني. والعابد. طيب العابد. العابد أنا شخصيا ما دخلنا في مفاوضات بمعنى المفاوضات اللي يتكلم عنها الأخ سامي. يعني مع احترامي وتقديره، يعني يمكن هو قالها أو وصف المشهد بطريقته، لكن في الواقع هم من ضمن الاهتمامات كانوا. ولكن المفاوضات يعني مثل الحين والله لاعب أنت تسمع أنه هو يبغى يطلع هم من ناديه ما يبغى يكمل، أو ناديه ما يبغاه لسبب أو آخر، أنت لما تجي تبدي رغبتك وتقول أنا أبغى أفاوض هذا موضوع آخر، لكن لا يمكن تجي تتفاوض معاه، هو أصلا هو ما يملك حق قراره، قراره في يد ناديه.
اما عبد الله عطيف لا، عبد الله عطيف انتهى ودخل فتره 6 شهور. وضحت ما في هذا شيء يعني، ما نقدر ما طبيعي وسلوك طيب. سويناه بحكم الانظمه حتى في ماشي واضح. ابي اتكلم بس في جزئيه تتعلق الحزم. لما صعد الفريق الى الدوري السعودي للمحترفين اخذنا رئيس النادي في مداخله تليفونيه وسالناه كم كلفكم الصعود؟ قال مصاريفنا هذا الموسم 9 مليون ريال. السؤال المهم، حتى يبقى الحزم الان في دوري السعودي للمحترفين كم يحتاج مبلغ؟ شوف اول شيء ابغى اقول لك انا يعني كيف اشتغلنا شوي مع الحزم، لان يعني حقيقه يعني قصه شوي يعني انا اعتز في تجربه هذه اللي كانت في نادي الحزم. نادي الحزم يعني عشان يصعد اشتغل كانت خطه الهدف منها 4 سنوات او امتدت لاربع او 5 سنوات، لم نوفق في كل سنه، كنا كل سنه نتعلم، كل سنه انا والاخوان الرؤساء اللي احب اشكرهم واللي عملوا في النادي كل السنين السابقه، بالاضافه طبعا لاعطاء مجلس الاداره الحالي احب اشكرهم، فكنا في كل نجتهد ونصيب ونخطئ. لكن اكتشفنا انه انت لما تدعم النادي في بدايته الاثر اضعاف يكون، يعني انا لما اجي بحط بدعم اليوم، احنا مقررين ندعم النادي الحزم ب 6 مليون السنه هذه، اعطيهم ال 6 مليون الحين كاني معطيهم 10 مليون، لكن يعطيهم الستة في الموسم في خلال منتصف الموسم وفي نهايته ما يستفيد. يعني احنا صرفنا ملايين في مكافآت عشان ما يهبط في سنين معينة. أوه. فأنا من يوم ما توج أحد مدري أو الفيحة اللي كان البطل الموسم اللي راح على طول انتهى دوري الدرجة الأولى من على هنا ميزاني. على طول بدأنا الضخ زي الوقت هذا. سمعت مع رئيس النادي وجب الأخ عبد الله و وعلى طول بدأنا جبنا مدرب الفيحة ونجوم من عند الفيحة اللاعب البارزين والمدرب، حطينا عمود فقري وبنينا عليه باقي الفريق. فصار الحزم هو الفريق الوحيد اللي استعد بشكل جيد وجهز بشكل جيد. أحطهم الحين المبلغ استفادوا منه فوائد كبيرة، لكن لما أجي أعطيهم في نص الموسم ولا فترة شتوية ولا فلوس طائرة على الفاضي طائرة. فهذه الحقيقة من الأشياء المستفادة. وأيضا عملية استقطاب اللاعبين ترى في الدوري الدرجة الأولى مثلها في الممتاز، اللهم اختلاف النوعيات اللاعبين وكذا، لا بد يعني لا تتسرع في استقطاب اللاعبين ولا تسمع لطرف أو طرفين أو ثلاثة. يعني أحيانا تجي في البداية تسلخ فريق كامل تتوقع أنك قوي، تجي تلاقي نفسك بنت فريق أصلا. فهي تجربة ثرية حقيقة تعلمنا منها كثير أنا وإخواني الإداريين ورؤساء الأندية اللي في نادي الحزم اللي مروا عليها، لكن ثمرتها اسعاد بالنسبه لي انا شخصيا اسعاد والدي واسعاد كل الحزماويين من اقارب واصدقاء طيب. واهل المحافظه. طيب بالمناسبه انا بوجه كلمه بس لرئيس هيئه اعضاء شرف نادي الحزم العم فهد المالك، ترى هو شكر رؤساء الانديه السابقين في نادي الحزم واعضاء مجلس الاداره ولا شكرك انت على المستوى الشخصي، وهذا تحدي من الان من ابو فهد لرئيس هيئه اعضاء شرف نادي الحزم الموسم الجاي. انا مخلي التختيمه اي لانه ما الوالد حقوني اقول له تختيمه تليق فيه اكيد يستاهل. ما ابغى اقول له كلام عابر يعني يستاهل يا اخي انا والله مسكتي ودي ارجع للنصر بس ماني قادر، النصر يقول لا ترجع. جمهور النصر زعلان من الفريدي ها، وانتم جمهور النصر يقول ان انتم يعني قاعدين تطبطبون على الفريدي بينما الجمهور يرى بانه الفريدي يعني ما قاعد يقدر النادي، واحنا نعرف ان احمد الفريدي لاعب كبير صاحب امكانيات عاليه. انا ارجع اقول في لوائح وفي انظمه يعني الجمهور ما هو عارف انه في اجتماعات صارت مع اللاعب وفي نقاشات وفي عتب وفي زعل وفي، لكن هذه التفاصيل ما تهمهم. صحيح. يهمهم انا اني قاعد اطبق النظام ولا لا. اليوم انت لما تقطع اشاره عندك مخالفتك معروفه، ما اقدر اقول لك 100,000 عشان قطعت اشاره في نظام. يعني ما انا قاعد اطبق اللائحه هذه معتمده الاتحاد السعودي. احنا لما تعدل اللائحه وتزاد العقوبات او تخفض برضه حنطبقها. يتاكد الجمهور ان لم نجامل لا الفريدي ولا غير الفريدي على حساب نادي النصر. في الاخير رغم معزتي يعني يمكن بعض اللاعبين في نادي النصر تفاجئوا يعني لاني تربطني ببعضهم علاقه جيده واصدقاء، لكن شافوا اني ما جاملتهم وتفاجأوا باني ما جاملتهم ولن اجاملهم. صداقتي فيك شيء وعملي معك شيء ثاني، انا اتعامل معك بمهنية. انا سلمان اليوم المسؤول وليس سلمان الصديق، فتحملني اني راح اطبق النظام زي ما انا، والاخ سعود جاي بحماس اكثر مني حتى للنظام.
طيب فيطمن الجمهور. ممتاز. امس كان في حديث لمعالي رئيس الهيئه العامه للرياضه الاستاذ تركي بن عبد المحسن الشيخ، ونقلنا الحقيقه حديثه معنا احنا هنا ايش قال، وناقشنا كثير من التفاصيل اللي تحدث فيها، واليوم وصلنا الفيديو الحقيقه اللي تحدث فيه معالي رئيس الهيئه والزميل طبعا وليد الفراج اللي يمثل الاعلاميين في هذا المشهد، وتحدث مع رئيس الهيئه العامه للرياضه بهذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رياضتنا اليوم غير عن الامس. في تفاؤل كبير، في تفاؤل، في تطلع للمستقبل، هذا اللي نحتاجه. احنا ما نوقف عند نقطه ونبدا نبحث عن علل او اسباب، نتطلع دائما ونحاول نحل كل الاشكالات. وركز على كلمه ضغط عليها في البدايه، كلمه الرقابه. ترى اللي ودى انديتنا في داهيه الان تراكم الديون، الان شوف الاستاذ سلمان مالك في طول الحلقات تقريبا على هذا الموضوع، غياب الرقابه. فهو ضغط عليها في البدايه، يعني قال اهم شيء حتى تصل الى مستوى هذا الطموح انه يكون افضل من بين افضل الدوريات في العالم، انك تكون في رقابه. هذا شيء جدا مهم. اضافه الاستاذ هو يعني اسسوا العمل في الدوري كمنتج، يعني كمنتج صحيح. يصير عندك دوري قوي اكيد حتحصل على 3 مليون مشاهد صحيح. سواء كان في الملعب، كل الادوات، الجوانب التسويقيه، العمل على دعم يعني كيف تثقيف الجانب التسويقي وجانب العلاقه بين المشجع والنادي، هذه كلها عملتها الهيئه خلال السنة الماضية أو الثمانية الأشهر الأخيرة، وهيأت هذا العمل لمستقبل أو لموسم قادم. معالي المستشار يعني يقول إن شاء الله تكون 3، بس أنا راهن حتكون 3 مليون. ليه؟ لأنه أنت عملت لي دوري قوي، عملت لي مباريات مهمة، يعني كل مباراة الآن تعتبر مباراة حدث رياضي مثل الحدث اللي شاهدناه في المصارعة والأحداث الأخرى الثانية. ايضا كل مباراه الان تتكلم عن 7 اجانب، 7 لاعبين، يعني يرفعوا رتم المباريات، يثيرك، يعطي احداث في المباراه، اكيد الجماهير حتكون حاضره. كمان احنا شفنا في الموسم الماضي كيف كانت المسابقات، السيارات للجماهير، والجماهير يكون في رابط بينه وبين المدرج. وانا اعتقد انه ان شاء الله بيئه الملاعب هذا امر مهم، اتمنى ان شاء الله يكون فيها عمل حيساعد. بعدين النقطة مهمة، هو جالس يتحدث بأرقام، وهذه لغة الواثق لما يقول ضمن أفضل 10 دوريات ويتكلم عن 3 مليون حضور جماهيري. هذا يعتقد أنها تحدي، يجب أن العاملين اللي في الأندية يمشون في نفس النهج اللي جالس يشتغل عليه معالي المستشار. وش أحتاج أنا عشان يكون عندي 3 مليون مشجع أو متفرج في الملعب؟ بكل تأكيد أولا الاحترافية، لابد أنه تغير النهج. الآن لا يمكن أنك تدير اللاعبين المحترفين بفكر هواة، يعني إداري متطوع فقط ومجرد حضور وانصراف. أنا أعتقد أنه هذا لابد الأندية تنسى هذا الأمر خلاص. أنت الآن مقبل على مرحلة الخصخصة ومرحلة الانتقال من بقايا الهواة إلى الاحتراف الكامل، فهذا أمر مهم جدا. وأيضا أعتقد أنه الأندية بحاجة إلى عمل مؤسسي. مو معقولة مثلا انه يجي سلمان المالك الان بيدير نادي النصر، ثم هل المرحلة هذه تنتهي برحيل سلمان المالك؟ لابد الحقيقة انه من عمل مؤسسي يستمر لمراحل، ويعني ما ينتهي بنهاية رئيس. طيب خلونا ناخذ الاتصال التليفوني الان من معالي رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، معالي المستشار تركي آل الشيخ. صباح الخير. أنا كيف الحال؟ صباح الخير. الله يحييك يا أبو ناصر، تفضل. أمسي عليك وأمسي على الضيوف والزملاء إن شاء الله كلهم اللي في الاستوديو. الله يحييك. أنا كنت في نقطة بس أحب أبصر منها معكم أخوي سلمان المالك ولا؟ صحيح. في جزئية عطيف. أي نعم. خير أبو ناصر. في جزئية عطيف أنا حاب أعرف وش وجهة نظره في جزئية عطيف. أبدي طول العمر هو سألونا على إذا كان اللاعب من ضمن كان من ضمن خيارات نادي النصر، وكان هو فعلا من ضمن خيارات نادي النصر، ولكن كان النصر ينتظر إذا نهاية عقده أنه ينتهي عقده تماما، بحكم كان وجود الميثاق الشرف كان هو الرابط أو الحاجز، فلم نوقع معه. لا هذه المعلومة غير صحيحة أخوي سلمان. ميثاق الشرف حاجز كان لكل الأندية، لكن في الجزئية هذه المعلومة غير صحيحة. أنا أقدر يا سلمان أروح أتفاوض مع ميسي وأرسل الفاتورة لهيئة الرياضة.
صح؟ صحيح. وفي الأخير بتقول هيئة الرياضة لا تقل بالصفقة. أنتم ما عندكم الإمكانيات المالية أساسا. طيب لم يجدد مع نادي الهلال لأن نادي الهلال لم يستطع أن يوفر السيولة ولا هو رغبته في نادي الهلال زي بقية الأندية زي النصر بالضبط. لفت يا سلمان وانت عارف فترتك القصيرة اللي مدتها شهرين الهيئة قدمت لك دعم ما بين 53 إلى 55 مليون. صحيح. غير صحيح انك تقول انك انت اقرب للعطيف بتروح تتفاوض مع عطيف وبترسل لي المبلغ تطلب مني اني ادعمك. يعني معناها مو انت اللي قافل الصفقه لا وكل الانديه بنفس الطريقه. متى ما توفر مبلغ عطيف كان رغبته نادي الهلال مع اللاعب شخصيا لا يمكن ان هيئه الرياضه او احد يجبر لاعب على فريق معين. انا جلست مع اللاعب شخصيا قال رغبتي الأولى والأخيرة نادي الهلال لم أحصل نصا يعني لم أحصل على الاهتمام لعدم توفر السيولة. لو توفرت السيولة لرغبة الهلال ولا رغب غير نادي الهلال. اتركونا من أخو عبدو يلف ويدور ويحاول يسوق يمين ويسار ويحاول يكمشن هذا شيء ثاني أنا مالي شغل فيه. لكن في الأخير يا سلمان نادي النصر في الفترة التي تفاوض فيها مع عبدالله عطيف ليست لديه الملاءة المالية عشان يقفل صفقة عبد الله عطيف. في الأخير فهم غلط من الأندية إنه كل واحد يروح يفاوض ويرسل الفاتورة لهيئة الرياضة هذا غير صحيح. أنا أبو ناصر الرياضة ليست الجهة المعنية بدعيم الصفوف. فأنا أختلف معاك تماما مسألة عبد الله عطيف وإن ميثاق الشرف اللي كان عائق في هذا الموضوع لأن في الأخير الهيئة التي كانت ستدفع الفاتورة الآن شلنا ميثاق الشرف ما أنتم قادرين تقفلون أي صفقة لا أنتم ولا غيركم مهما كان إذا ما كانت الملاءة المالية متوفرة. بس تأكدت عمرك حتى لو كانت الملاءة المالية موجودة ما كنا راح نخترق أيضا ميثاق الشرف لأنه كان فعال وحنا ملتزمين فيه طول العمر. الشيء الثاني مسألة أساسا التفاوض معاه هذا اختراق لميثاق الشرف بحد ذاته. شكرا لك معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في توضيحها. بس ودي أوضح نقطة لأبو ناصر. يعني اللاعب لما قرب ينتهي عقده تماما وفتح الموضوع معانا كان كلامنا جدا واضح أو أنا شخصيا مع الطرف الوسيط أنه متى ما انتهى عقده إحنا أبواب النادي مفتوحة لنا. أنا حتو بس اختصرنا الكلام بأنه عطيف كان من ضمن الاهتمامات لكن التفاصيل لما طرح الموضوع هو كذا لاعب ثاني من غير نادي الهلال قلنا لما أنا شخصيا لما ينتهي العقد ويصبح اللاعب حر ذيك الساعة أبوابنا مفتوحة لأنه حيكون هو مصب اهتمام لنا ولغيرنا. أبو فهد عفوا فعملية تمويل الصفقة هذه كانت جزئية أخرى. فيه صحفيين ومعروفين ومحسوبين على النصر وعلى إدارة النصر أكدوا أنه اتفقتوا نهائيا مع عطيف. لا أبدا. أنا شوف يا طويل العمر أنا شوف أتكلم لك اتفاق نهائي بمعنى اتفاق نهائي هذا ما تم لأنه الاتفاق النهائي معناته حطينا أرقام ممكن كتبوا رسميا. لا حطينا أرقام إحنا لا حطينا أرقام ولا حتى قلت للطرف اللي كلمني إذا كان أنت طالب المزايدة إحنا ما عندنا باب للمزايدة. أنت أنهي عقدك مع ناديك واصبح حر حر مش في الستة شهور أصبح منت هذيك الساعة أبوابنا مفتوحة لك ولغيرك إذا ما سوينا إحنا بيسويها غيرنا. القضية تمويلها من عدم تمويله هذا لها باب وجواب. فعلا معالي المستشار ما قصر ما ننكر ولا أحد يقدر ينكر دعمه لنادي النصر ولا كل الأندية لكن تمويل الصفقة من عدمها هذا كان فيه تنسيق بينه وبين رئيس النادي في هالجانب. كيف عاد يتم التمويل هذا موضوع آخر لكن ولم أبدا نتفق معه بشكل نهائي لأنه ما أنهى فعليا ولا حسب موقفه مع نادي بشكل رسمي يعني. بس برضو في توضيح كمان يعني كلام المستشار الآن المستشار يؤكد سواء كان من خلال هذه القضية أو قضايا أخرى الأندية السعودية لولا الهيئة العامة للرياضة ووقفة المستشار الحقيقية معها قلناها من زمان غرقانة والله غرقانة ما يعني داخلين في متاهة كبيرة هيئة الرياضة هبة من يعني ما تستطيع ما كان ما في نادي يستطيع يدفع رواتب صحيح يعني كل الأندية رواتبها كانت يعني دفعت من الهيئة يعني ما الدعم الشرفي شحيح الإيرادات ضعيفة
لولا وقفة الهيئة أنا أشوفها يعني مع أنا هو الحين ذكر رقم ما كنت بذكر أرقام لكن ذكر رقم يمكن بعد يكون أزود شوي من الرقم اللي ذكره مع المستشار يعني مش مع نادي النصر تقص إنه هذا الرقم راح لأكثر من 3 و4 و5 أندية غير الأندية اللي مثلا أقل بعد جاهم دعم مختلف فلا تجمعها حتى قال أكثر من 55 مليون دعم الإدارة نعم لو تحسبها ما بين تعاقدات القصيرة تعاقدات أو مبلغ نقدي ضخ في النادي يعني يتجاوز يمكن 55 مليون لو نبي نحسبها بالضبط يعني نتأخر وأنا أقول لك كل الأندية نفس الشيء فالموضوع موضوع الدعم للهيئة يعني أنا أعتقد أنه الجميع مسلم فيه يعني طيب ابو فهد بترك لك الكلمه الاخيره سواء تبغاها عن الحزم عن النصر اللي تبي رسالتك لرئيس هيئه اعضاء شرف نادي الحزم اول شيء انا احب اني اقدم كل شكري وتقديري لرئيس هيئه اعضاء الشرف يعني بمنصبه الشرفي يعني قبل ما يكون والد او والدي وقريب لا اتكلم بمنصبه الشرفي قام بدور كبير جدا في لم البيت الحزماوي تقريب وجهات النظر الحث على الدعم سواء ابتدى بأبنائه وابتدى بالقريبين منه ومنه شخصيا لم يقصر دعم كبير بشكل كبير ماليا ومعنويا يستحق أن يفرح يستحق أن يشاهد فريق الحزم بعد السنين اللي مر فيها في الدرجة الأولى في الدوري الممتاز وإن شاء الله أنه يقدم الفريق الحزماوي بوجوده وبإشرافه واهتمامه معاهم إن شاء الله ما يعني ما ينال إعجابه هنا بهالمناسبة وامتدادا أيضا لدعم الهيئة واستكمالا الحديث معالي المستشار اللي يده البيضة ودعمه لكل الأندية طالت كل الأندية أتمنى يعني من كحزماويين وأبناء محافظة الرس لا يستغنون إطلاقا عن دعم معاليه لنادي الحزم نادي الحزم جاي بحماس يتمنى يقدم ويبرز نفسه بشكل جيد مع الفرق الشقيقة في الدوري وإن شاء الله أن يكون من ضمن الأندية اللي تقدم مستوى يليق كلهم يرجون معاليك بأنه الهيئة تكون واقفة مع نادي الحزم وليستطيع نادي الحزم بظهور بالشكل المطلوب وإن شاء الله أيضا أعضاء شرف الحزم لن يقصروا حنبدأ بأنفسنا يعني بكل تأكيد لكن بدون دعم معاليك لا يستطيع أن يجابه ويواصل المسيرة في الدوري بالنسبة لنادي النصر أنا أحب أول شيء أني أشكر كل الجماهير على وقفتهم على دعمهم نتطلع أنا وأخي سعود على دعم أكبر منهم على ثقة أكبر على تحفيز لزملائهم اللاعبين إن شاء الله حنعمل بقدر استطاعتنا أن نكون على قدر المسؤولية ونحقق طموحهم وتطلعاتهم ولا يسعني إلا أني أقدم لهم كل الشكر على صبرهم ولكن أتمنى إن شاء الله الموسم الجاي نجد جمهور النصر هو اللي مثل ما قال فواز 14 و15 كان حديث الساعة نجد إن شاء الله في المواسم القادمة جماهير النصر هي الفارق هي صحيح. من تصنع الحدث داخل ناديها وأيضا أقدم شكري لكم أنتم أيضا شكري الكبير لأبو ناصر على دعمه لفترة رئاستي وللأندية كلها وإن شاء الله نفرح جميعا بمستويات كبيرة لمنتخبنا السعودي إن شاء الله في كأس العالم طيب يستاهل وارد منك 3 نقاط ياخذ منكم الموسم هذا يا في الذهب يا في الاياب والله اللي حصل شيء يستاهله في الاخير ملعب احنا لجنة ما في احنا شخصيا احنا شخصيا ما راح نسمح لاي فريق ياخذ منه 3 نقاط الا اذا قوى الوالد لا الوالد ياخذ مني اللي يبي انا كل للوالد في نقطه طارئه النصر ما في بس بخصوص طارئ بس بقول كلمتين قبل ما اول مره في حياتي اقعد ساعه ساكت اول مره يعني هذا حدث غريب اليوم من الساعه 12 الساعة 1 ساكت حتى المدام اتصلت قالت ليش ساكت غريبة يعني عموما أبو ناصر قال كلمة جدا مهمة في التصريح السابق لا بس لحظة من الساعة 12 للساعة 1 تخللها أيضا مداخلة مع المستشار تقدر تقول شيء من 12 لوحدة أي ما تقدر تقول شيء في البيت لا في البيت أنا في البيت ساكت أقول لك بعد المستشار قال كلمة جدا مهمة نحطها بين قوسين ونحطها تحت 10 خطوط اللي هي الرقابة مهما كان في دعم بدون رقابة حينتشر الفساد بدون رقابة حينتشر الهدر المالي بدون رقابة حتنتشر شراء المباريات والرشاوي الرقابة هذه هي أساس النجاح والتعاقدات السيئة نعم
ممكن غياب الرقابة في السنوات الماضية هي سبب الديون والمشاكل أي شيء مهما قدم بدون رقابة ما هينجح العمل. إن شاء الله أبو فهد ننتظر الأخبار الزينة للحزم إن شاء الله، تعاقدات إن شاء الله، والهيئة بتوقف معكم بإذن الله. قاعد تسوي جهاز فني وانت الخطوط السعوديه عاملين نظام اذا سحبت الباردنج تذكرتك راحت، فاذا التذكره راحت مشكله. طب باقي لنا خمس دقائق ونختم. خمس دقائق؟ ما تنسى يستاهل منك برنامج وثاني. لو انك في المطار معليش بس انك تصبر خمس دقائق. لو انك في المطار عليك يا طارق. طارق ممكن يلحق الدغيث تقاعد ولا موجود؟ طارق كان عندي تعليق بسيط عن خلاص التغريدات اللي كتبها الاستاذ نواف المقيرن وجهها الجمهور الاتحاد. ظهرت هذه التغريدات تدل على يعني حسن إدارة الرجل، ولولا أنه ظرف أنه يخرج بهذه التغريدات كان هو مركز أكثر على نهائي كأس الملك حتى لا تتغير الأجواء في النادي، لكن أيضا وعد بدعم لأبطال الاتحاد بمشيئة الله لو حققوا كأس الملك. ظهر بشرح كامل عن الخطوات القادمة بالنسبة للاتحاد، وكان يمثل ظهور الأستاذ نواف المقيرن يمكن بالنسبة لي واحد من الظهور المثالي، يعني رجل كان يعد توقيت المناسب، توقيت مناسب، لديه خطة، لديه مشروع، وبالتالي هو في الوقت المناسب. طبعا أكيد قبلها كان معالي المستشار مهتم كثير بنادي الاتحاد، ونادي الاتحاد يعني مختلف عن كل الأندية من ناحية الأمور المالية، لديه قضايا على مستوى رؤساء، على مستوى من ورط الاتحاد في مثل هذه الأمور. نادي الاتحاد عليه يعني مئات الملايين، تتكلم على كيف يعني مش المشكلة بس في النادي، المشكلة صارت مشتركة، كيف أصبح النادي بهذا الشكل ومن سمح له أن يصبح بهذا الشكل. مع المستشار كان مهتم من هذا الجانب، وأيضا مهتم من دعم الاتحاد ومثله مثل بقية الأندية. ومعالي المستشار أيضا في اختيار الشخصية المثالية مثل نواف المقيرن رجل هادي، وركز أمس في تغريداته على أنه العمل هو الذي يتحدث. والله تركه هذا الاتحاد، تركه يا جماعة والله العظيم. لا بس انتهت من يعني سنوات والله، ولا نتكلم يا ما اعتقد انه ما حد التفت لنا ولا حد، حتنتهي المشاكل انه نادي يعني في ظل هذه القياده المهتمه بشبابها وعندها ايمان كبير بالرؤيه بدعم من سيدي ولي العهد ومولاي خادم الحرمين الشريفين يعني قبل الجميع في ابناء الشباب في ابنائه، وايضا تخطيط الهيئه ومعالي المستشار ونظرته لاهميه الرياضه، لا اعتقد انه ان شاء الله انديتنا راح تواجه مشاكل. إن شاء الله أن نسمع أخبار قريبة بحل هالإشكاليات أو وضع آلية لحلها، لأنه فعلا هي لو استمرت بالشكل كذا حتكون نتائج كارثية. فالآن الوضع اللي حاصل اهتمام كبير، أنا إن شاء الله ثقتي كبيرة بأنه الأندية لن تعاني إن شاء الله من مشاكل من هذا القبيل مستقبلا. طيب سبع جانب تنتهي تقريبا، سبع اجانب اللي استغليتها كانديه مع احترامي. ما تختار سبع اجانب وانت ما عندك فلوس وما عندك ميزانيه لها، يعني اذا انت تتكلم على سبع اجانب قد انها تسبب بكره قضايا ومشاكل. انا ما اعتقد انه الاجانب يعني النادي راح يتعاقد مع لاعبين هو غير قادر انه يوفي بالتزاماتهم، فبيتعاقد مع اللاعبين بحجم امكانياته بحجم ميزانيته، لانه في رقابه شديده على صحيح. الادارات لن تغادر اي اداره إلا وهي مبري أذمتها من التزاماتها، فبالتالي حيحسب الريال قبل الألف. إنه إذا تعاقدت مع هذا اللاعب أنت قادر على توازن مالي يا أبو توازن مالي. لكن أنا برجع أبعدوا عن الانتخابر كلمة النصر والمرتمى صراحة ممتازة سماسة يعني سماسة احنا خلينا نسأل معلش عفوا تفضل أبو أحمد خلينا نسأل السؤال القائم، احنا لو ما صارت الحلول الجذرية اللي قاعدة تصير الآن
تدخل هيئة الرياضة والدعم الكبير اللي صار، إلى أين كانت ستصل الأندية السعودية؟ كلها ممنوعة. أنا أثرت السؤال هذا في نفسي. أقل شيء. كل الأربعة. أقل شيء التجميد. اللي أنا كنت أتوقع وكنت كقراءة أنه كان ممكن الفيفا الاتحاد الآسيوي بجمد الأندية السعودية. تخيل أنت كيف تبي تدخل وأنت حتى رواتب اللاعبين ما تسددها. طيب. وهذه القضايا. اليوم انتشر مقطع لأحد الشباب السعوديين أو لأحد المشجعين السعوديين يغني. خلينا نشوف المقطع أول شيء. معالي المستشار تسمح بالستة، يا معالي المستشار تسمح بالستة، خايف اتكلم يا ابو ناصر يا حسن النهار، خايف اتكلم يا ابو ناصر يا حسن النهار، امري لله وعلى الله وداعني اهل الديار، امري لله وعلى الله وداعني اهل الديار، اجيكم تاج على راسي ولا تلقوني بشهر، اجيكم تاج على راسي ولا تلقوني بشهر، والسؤال شو باقي ولا ودعنا وطار، والسؤال شو باقي ولا ودعنا وطار، لاني يدري بس تأشر اليمين يصبح يسار، لاني يدري بس تأشر اليمين يصبح. صوته حلو واللحن حلو والعزف حلو وابتسامته طرح الاغنيه وابتسامته حلوه جميل. طيب يعني بس بقول معلومه اذا سمحتوا لي، الهيئه العامه للرياضه، الزملاء في الهيئه العامه للرياضه ابلغونا قبل قليل بانه معالي رئيس الهيئه العامه للرياضه يوجه الدعوه لهذا الشاب لمقابلته. يعني اذا انت تشوف نفسك الان وشفت هذا الكلام اللي قاعدين نقول لك اياه، الرجل الان رئيس الهيئه العامه للرياضه يوجه الدعوه لك لمقابلته. حلو؟ أبعلق أبختم أبعلق بس. شوف معالي المستشار هو الآن ايه؟ عضو مجلس إدارة في الهيئة الثقافية. ايه صحيح تمام؟ ايه؟ هذا الولد يعني حاول يوصل رسالة بأسلوب جميل جدا، جميل جدا. طبعا الأغنية كانت حلوة، اللحن كان حلو، كل شيء كل شيء حلو، كان موهبة يعني. الكلمات كلمات. الكلمات فعلا قال له شوف انا خايف اني اروح شهر بس اسمع مني بشوي شيء والله. لا قال خايف اتكلم ويوحشني الدار. يا الله يا وحشني وانا خايف ما اختم الحين يوحشني البرنامج يا رجل. هو حتى من صغ هذه الكلمات اخذها من فتافيتنا، من حديثنا، من جونا، وهذا هو اللي ينعش الجو. ترى الشباب، ترى جيل الشباب، ترى هذا جوهم، هذه فرحه وهذه مناسبة. طيب بما انه ما نعقد مثل هذه الامور، بما انه رئيس الهيئة عضو في المجلس الثقافي إيه صحيح إيه، هو عضو شرف في جميع الأندية السعودية. خلينا نشوف هذا العاجل. يلا اعلن الوحدة عاجل بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي بن حسن آل الشيخ، إدارة النادي توقع اولى صفقات الموسم بانضمام حارس نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر محمد عواد الى كتيبة الفرسان. هذا حارس من أميز الحراس على فكرة مصري، فعلا حارس ممتاز جدا الفترة الأخيرة، حارس عملاق الحقيقة وإمكانياته عالية جدا. يلا شكرا أبو فهد، الله يعطيك العافية، شكرا لكم جميعا، نشوفكم إن شاء الله تعالى إذا الله جعلنا وياكم من الأحياء بإذن الله بكرة الساعة 10 إن شاء الله. رجعوني صدقتوا أني بختم؟ جالسين للساعة 2. لا 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 لا. امس الزميل وليد الفراج الحقيقه كان مواكب القرارات التي صدرت من اتحاد القدم، وكان في استفسارات كثيره الحقيقه لنا كاعلاميين كنا نحتاج لها اجابه. التقى رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم الدكتور عادل عزت وايضا رئيس رابطه دوري المحترفين الزميل مسلي ال معمر، وخرج معهم بكثير من التفاصيل. خليكم مع هذا الحديث الخاص من الاتحاد القدم وايضا رابطه دوري المحترفين، واحنا ان شاء الله تعالى بكره الساعه 10 الحين تبدون انتم شلون. يلا.